السلام عليكم الاخوه والاخوات تحياتي لكم جميعا كل عام وانتم بخير وعليكم السلام الاخ عبد الرزاق بو المهم الاخوه والاخوات كان حدث خلال البارح كنا درنا حوار البارح أه لا شك انه منكم اللي راهو تابعوا اليوم في نفس الموضوع اذا كان فيه اخوه اخرين لم تتح لهم الفرصه على شو ما يعلقوا على الموضوع او فيه اخوه اخرين يحبوا يجيو يناقشوا هذا الموضوع حتى من الناس اللي شاركوا معنا البارح وعليكم السلام الاخ موح اخ نبيل الواثق بالله الاخ امير محمد قيشاوي احمد بن حموده ولا بن حماده عابد الاخ محرز امين مصطفى اخ حفيظ ميلود اخ نور الدين ايوب وعليكم السلام الاخ عيسى عز الدين مصطفى اخ محمد الاخ <applause> 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 محمد كينينش المهم <محمد> تحب تجي مرحبا بك اهلا وسهلا وسمعنا وسهل 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 صوت تاعك وماذا بنا اجل باش تشارك معنا اخ اللي ترمز للاسم تاعك بجيمي وعليكم السلام اخ محمد قيشاوي الموضوع راهو مكتوب في <مكتوب> العنوان <مكتوب> اخ ادريسي مرحبا <ما> بك <ببيك> اخويا والناس <أخويا> المغرب ربي يبارك فيك الاخ بدر الدين الاخ الياس موضوع حول بوتفليقة الحكم نتاعو اخ مداح وعليكم السلام اخ محمد عبدو ابو يوسف وليد وليد فروج المهم كل الاخوه مرحبا بكم ربي يبارك فيكم وان شاء الله ها تكون هذه السنه سنه اللي تخرج فيها العصابه سنه اللي ان شاء الله تكون يعني فرصه على جلبش الجزائريين والجزائريات يلتقيو على جلبش ان شاء الله شيئا فشيئا نطوروا الاوضاع تاعنا ونطوروا الاحوال تاعنا آه اذا كان فيه اخوه <applause> يتحدثوا في الموضوع والله نعود ندير مداخلة مثل ما درتها البارح في انتظار ربما كشما يلتحقوا إخوة آخرين المهم الإخوة والأخوات فيما يتعلق يعني بالرأي نتاعي أنا فيما يتعلق بوتفليقة قلتها البارح ونعود نكررها اليوم شوفوا طرشكم هذا الأخ هذا يعني آه نعطي الفرصة لهذا أخونا عباس هذا بالك عباس عندك خلل في الهاتف نتاعك شوف شوف الهاتف نتاعك عندك مانع شوف دير الميزاجور للهاتف نتاعك اللي اسمه لابليكاسيون هذيك تاع الفيسبوك وربما راهو كاين خلل في خصائص هذوك تاع الهاتف حاولوا انك تفعلهم باش تقدر تدخل المهم ندير مداخله في بين ما اخوه اخرين كيفاش نشوف انا هذه الفتره نتاع بوتفليقه الان ما نقرا في التعليقات نحي التعليقات هكذا حتى باش ما مش واحد يقول لك قريت التعليق تاعي ولا خرج التعليق نحاولوا ندير مداخله في ملتحق اخوه فيما يتعلق بالفتره هذه نتاع بوتفليقه مثل ما قلت البارح انا نحب الموضوعيه ونحب الانصاف مانيش من نوع هذاك اللي هو يشوف حاجه حمراء هو يقول بيضة ونحب الحق وين ما كان الحق نكون معاه درك هذا بوتفليقه في بدايه المرحله كاين بعض الشباب اللي ربما الناس اللي راهم درك يعني من الشباب هكذا ربما ما يعرفوش بعض المسائل بوتفليقه هذا اولا هو راه مرس الحكم وكان وزير في عهد نتاع بن بلا وكان وزير في العهد نتاع بومدين يعني راه مارس الحكم درك هما عيطولو في سنة ألف وأربعة وتسعين لما داروا الندوة نتاع الوفاق داروها بعد الانقلاب على الإرادة الشعبية عيطولو وهو في تلك المرحلة من خلال الشهادات اللي راها موجودة هو كان حب على جلبش هو تكون السلطة كامل في يده كان يجمع اللي هما في الجيش رفضوا ربما لانهم يعرفوه اكثر مما يعرفوه الدرباكين هو في تلك المرحله إذن عاود رجع ومن بعدهما استنجدوا بزروال ومشوا في تلك المرحله زروال هو كان هناك تاهله داخل المؤسسه نتاع الجيش وبدا فيه تمرد آه زروال لما جاء بدا يضبط الامور الى غايه نتاع 98 لما هما استهدفوا يعني الذراع الايمن نتاعو محمد بتشين هو في تلك المرحله انسحب وكان يعني الموضوع الاساسي حول الجهاز تاع المخابرات خاطر كاين بعض من الناس اللي ما فاهمين حتى الموضوع كان الموضوع الاساسي هو حول الجهاز تاع المخابرات لانه في تلك الفتره اليمين زروال كان حب يستقل بالجهاز تاع المخابرات لانه كان عارفو باللي هو المخ نتاع هذا النظام مش العمود الفقري كان هو المخ نتاع هذا النظام هو اللي ب وإسمه بتشين قال لهم بالسلامة. قالوا له اه اعطينا وقت قال لهم والو دار لا ديميسيون تاعو قالوا له ودي شوف بدل من انك تعلن بلي راك استقاله قول دير انتخابات رئاسيه وراحوا شافوا له بومعزة وقنعوه ومن بعد ما قال دار, دار 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 انتخابات شوفوا دليل واحد برك في كل مناسبه كش ما شفتو زروال جاش الشاذلي جا علي كافي بصح زروال ما جاش لانه ما يحبش ينافق قال لهم بالعافيه راح وانتهى الامر ذرك هذا زرواء واسمه بوتفليقه هو لما جاء راهو لقى تركة تاركا تاع دماء وتاركا تاع دموع وتاركا تاع فساد الى غير ذلك بدون دخول في التفاصيل وكان زروال هو اللي شرح في الموضوع هذا نتاع اسمه الحوار مع الجماعة المسلحة الممثلة في تلك المرحلة بمدني مزرق والجماعة اللي كانوا معاه خاطر كاين مع الناس اللي راهم يعتقدوا بانه مدني مزرق وخلاص راهم كانوا جماعة معاه كانوا يشتغلوا معاه وكاينين اللي حتى ما يحبوش يبانوا كانوا يشتغلوا لانه ما كان الهدف تاعهم على جال باش يوقفوا الدماء ما كانوش هما يحوسوا على التلفزيونات ولا كانوا يحوسوا على المجد ولا كذا المهم هو في تلك المرحلة لقى هذا الملف هذا نتاع الهدنة والملف هذا نتاع الجيش الإسلامي للإنقاذ مشى فيه راح المهم هما يعني تفاهموا لقاو صيغة على جلب باش قال ينقذون ما يمكن إنقاذه فيما بعد النظام هو كان يختنق في تلك المرحلة كانوا ناس اللي هما بداو في, يعني مع المنظمات الحقوقيه والمنظمات الدوليه وبداو في المتابعات القضائيه ولعلكم تابعتوا ما الذي جرى لخالد نزار بحيث هو انه رفعوا به دعوى قضائيه في فرنسا وبدات فيه تحركات يعني من خلال المنظمات الدوليه شي اللي منه هو هو الاحداث نتاع سبتمبر هذاك هو الشيء اللي منه احداث نتاع سبتمبر لما صرات الاحداث نتاع سبتمبر وتمست امريكا تمس الغرب كله معها وبداو فيما بعد هما لقاو الكيفيه على جلب هما بالاضافه الى انه الحرب على العراق كانت هناك ارتفاع نتاع الاسعار تاع البترول اللي هي سمحت للسلطات الجزائريه من زهر بوتفليقه هو انهم يعني شيئا فشيئا يتخلصوا من المديونية وبدأوا يستعمل في الأموال هذيك إذا هذا الموضوع هذا نتاع الوئام المدني هذا هو القاهرة راه ديجا مطبوخ من العهد نتاع اليمين زرول درك هو في الفطرة هذه لا شك هو أنه كاين فيه منشآت يعني قال مثلا تحسين نتاع بعض الجامعات قال مثلا بناء بعض المدارس او بناء بعض الملاعب وداروا ملاعب في ولايات مختلفه كيف في منشات موجوده الانسان اللي هو يقول ما كانش الانسان الاعمى كاين منشات ولكن في المقابل نشوف احنا الحريات حريات مثلا انا واحد من الناس الذين منعوا من النشاط السياسي في الجزائر كان احمد طلب الابراهيمي اللي هو كان زميله كانوا مع ابو مدين ولعلكم تابعتوا الحصه اللي داروها في القناه الروسيه حول الوفاه نتاع ابو مدين كان هو واحد من الناس اللي كانوا معاه في روسيا يعني من المقربين من هواري ابو مدين دار حزب سياسي ونقولوا اسيدي قالوا باللي في تلك المرحله هذاك يزيد زرهوني العقون هذاك قال لهم باللي هذا وراهم البقايا نتاع الفيس وما حبوش يعطيو الاعتماد سمعتوها وراها موثقه موثقه حتى في البرلمان بالصوت وبالصوره علاش محمد سعيد فيما بعد في 2009 خلوه ترشح الانتخابات الرئاسيه وعلاش عينو وزير وزير الاتصال باش تعرفوا هذا النفاق اللي هو راهو في هذا النظام ودون الدخول في التفاصيل الاحزاب هذه اللي الان ظهرت وقتها ظهرت. ظهرت بعد ما هرب بن علي كانت الساحه السياسيه مغلقه حتى انه وصلوا حتى الاحزاب اللي كانوا هما يعني ماشيين معاهم حمص ونهضه جاب الله فيما بعد راهو دار حزب واحد اخر الاصلاح هذاك وزادوا عاودو نحاوه له وحامس طردقوها راه هذاك عمار غول دار حزب وحده ومناصر هذاك دار حزب وحده هاو الان عاود رجع بعد ما مشوهم يعني هكذا مرحله معينه لا شك هو انه كما قلت انا فيه منشات موجوده لكن احنا الان كيف ما العبره بالنتائج احنا دوك لما نشوفوا ناس راها تحرك شباب راهم يحرقوا نشوفوا حنا الضباط ضباط في الشرطه وضباط في الجيش راهم هما يطلبوا اللجوء في الخارج قال في وقت سابق قال كانت الجماعات المسلحه ناس هربا من الجماعات المسلحه هذا الناس درك واش اللي يهرب فيهم الجزائر واش اللي راه يهرب فيهم راكم تشوفوا دركا الرداءه موجودة في الإعلام قال مثلا بكري كانت القناة وحدة القناة اللي يسميوها القناة اليتيمة تشوف ذرك القنوات هذه اللي راها مجموعة في أكثر بلك ربما من عشرين قناة وتشوف في نفس الوجوه بنحمو هاو في بور تيفي بنحمو هاو في النهار بنحمو هاو في الشروق وقاعدين يدوروا نفس الوجوه نفس الخطاب هاو بنجمع هاو في النهار او أو في بير تيفي أو او في الشروق وقاعدين يدوروا يدوروا في نفس الوجوه في نفس الخطاب والجزائر يعني لحقت الناس الى درجه وان الناس عاد يعني تنطهر تنطهر عاد الناس تحرك في روحها لانه خلاص انت دوك لما تشوف انت درك هذا بوتفليقه وهو في هذه الحاله لا يتكلم اخر خطاب يعني اللي تكلم فيه ربع كلمات كان تاع هذاك آه القسم هذاك اللي داروه في 2014 بعد ما داروا الانتخابات الرئاسيه بين قوسين كش ما سمعتوه في خطبه توجه بها للشعب كش ما سمعتوه ولو قال لكم بوناني كيما راهم يديروا فيها الرؤساء ويديروا فيها الناس اللي راه عندهم دول والله في العيد على سيدي قال هذه تاع بوناني تاع المسيحيين في العيد عيد الصغير ولا في العيد الكبير كش ما سمعتوه ولا شيء قاعد يهدر ولد ولد عباس هاي الجزائر راه خير من الالمان هو ولد قدور هاي الجزائر راه الشي اللي حقاتو ما حقاتوش امريكا سي محمد من بعد يخرج لك مواطن ارمى روحه ارمى روحه في في بير ما يقدروش حتى يخرجوه لا حي ولا ميت اذا راكم تشوفوا الوضع الكارثي اللي الجزائر راه عايشه فيه ولا شك هو انه منكم اللي راه يقول هذه المسائل احنا رانا على بالنا بها ورانا على بالنا اكثر رانا على بالنا بهذا الشيء اذا راكم تشوفوا انتم الوضع اللي راهو الان راهو امام عينيكم راهو ماثل ويجيلك هذا القيد صالح اللي عوض هو انه هذه المؤسسه العسكريه اللي هي الضامنه وهي اللي الدافع للدستور في هذه المرحله اللي المفترض هو انه هذا بوتفليقة خلاص صحين راهو الطفل صغير لما تروح ليه تقول له بوتفليقة راهو يجري يضحك عليك راه على بالهم بيه باللي راهو مريض يا سيدي انا راني كيما قلت من الناس الموضوعيين ومن الناس اللي يتبع الحق راكم درك خايفين على البلاد هو انه تتفتت راه كاين فيه تحرشات راهم كاينين فيه ناس اللي راهم ما يسعوا الانفصال راهم كاينين الناس اللي هما راهم خرجوا مثلا كانوا في الجهاز تاع المخابرات اللي كان فيه توفيق وراكم خايفين هما انه هاد الناس يعاودوا يسترجعوا المناصب نتاعهم ويسترجعوا المواقع نتاعهم وراكم خايفين من الانتقام نقراو لكم الاعذار ها يا ولكن الى متى ما مش قادرين نتوما مع ذركا القيد صالح والطرطاق انت طرطاق خايف من الانتقام قادرين ذرك نتايا والقايد صالح راكم متورطين في الدماء ديروش رواحكم زعما راكم انبياء ولا راكم صحابه راكم متورطين ووالغين في الدماء دوك نتوما راكم تستعملوا في بوتفليقه هذا كواجهه من اجل علاج باش نتوما تمشيو ولكن وين راكم رايحين هذا الناس اللي مارستو عليهم الضغط هذا الناس الذين طردوا من العمل تاعهم الناس اللي دخلوا للسجون الناس اللي تعذبوا أولادهم راهم شاربين شاربين الحقد أولادهم راهم شاربين الظلم وراهم شاربين التهميش خاطر كاين ناس اللي راهم وصلوا تروح تخدم في مكان قال انت بيك راهو ارهابي اقصاء وراه مشاربين من هذا الاقصاء وهذا الناس لو تتح لهم الفرصه والله العظيم قاسم من بالله نديروكم اكثر مما داروا القذافي والله نسحبكم في الطرقات دوك كنتم راكم خايفين من الانتقام أراكم خايفين من الجزائر هو انه تعود, تعود ترجع للمربع الاول يا خويا راه عندكم الوسائل راه الوسائل تاع الاعلام راه تحت يديكم كل شيء راه تحت يديكم البنوك راه تحت يديكم والمقرات راه تحت يديكم قادرين درك بدل من انه يجي هذا عمار غول اللي كان ياكل ياكل معكم والله يجيو ناس اخرين اللي كانوا هما في البرلمان وكانوا كسكسوا معاكم يا سيدي يجيو ناس اللي ماهمش منتمين لحتى الحزب السياسي فلتعقد يا سيدي فليعقد مؤتمر في الجزائر لما لا وفليعقد مؤتمر في الخارج انسونا نحن انا اعتبرني لا شيء كاين كاين رجال كاين طاقات كاين كفاءات موجوده في الخارج كون مؤتمر للخارج لانه كما قلت في وقت سابق من انه هذا الناس اللي راهم في الداخل يغموا هذا الناس اللي راهم في الخارج كاين كفاءات راها موجوده في الخارج يعقد مؤتمر في الخارج فليكن في سويسرا او في بلجيكا او في تركيا والله والله في دوله مسلمه وراها المشكله في الامارات في السعوديه وين حبيتوا دوله مسلمه او دوله محايده يعقد مؤتمر تجمع فيه هذه الطاقات وهذه الكوادر اللي راها موجودة في الخارج وهذا الناس اللي راهم في الداخل هذا وش راح تنتظر انت من بن حمو يجيب لك وش رايح تنتظر انت من خالد بونجمة يجيب لك وش راح تنتظر منه يجيب لك كش ما عنده أفكار كش ما عنده مشروع شرح راح تنتظر منه هو على جل باش ينهض بالبلاد هذا الناس انت كيس هذا الناس عيط له بتليفون. يجي يجري فهمت سلك له او ديه في 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 الهيلتون ولا في وبالسلامه بالعافيه فهمت لذلك حنا محتاجين للطاقات الطاقات اللي تنهض بها البلاد الكفاءات اللي تنهض بها البلاد ما هذا هاد الرعاوين ما مش الحلف نتاع الكاطو هذو اللي يلتقيو لما تقرب الانتخابات الرئاسيه يكسكسو ومن بعد لما تنتهي الانتخابات الرئاسيه ما تعاود تسمع به احنا محتاجين للكفاءات فلتعطى الكلمه للكفاءات اللي راها موجوده في الخارج واللي راها موجوده في الداخل ويجتمعوا في الداخل وفي الخارج من خلال تقنيات نتاع العصر ونصلوا الى خطوط عريضه يا سيدي راهو باقي بوتفليقة في الحكم خليه عليه في المكان تاعو حتى يموت فلتعقد ندوه وندوات وليعقد مؤتمر يكونو يكونوا فيه ناس مختصين في الاداره ناس مختصين في الاعلام ويكون هناك تواصل بين الناس اللي راهم في الداخل وفي الخارج ونلقاهم خطوط عريضه وننهضوا بالبلاد يقعد سيدي يقعد طرطاق في مكانك هاي اقعد القايد صالح في مكانك اقعد ابو تفليقه في مكانك ونلحقوا هو انه تكون هناك حكومه نتاع وحده وطنيه وتمشي الناس قدما الانتخابات الرئاسيه يا سيدي خلي أنا ما عنديش إشكال هو أنه قال مثلاً إذا كان هناك مشروع للنهوض بالوطن أنا ما عنديش إشكال هو أنه تؤجل الانتخابات طبعاً قلتها في وقت سابق ونعاود نكررها ولكن هو أنه تمشيو بهذه الطريقة أنكم قالوا ودي إحنا راه الظروف فرضت علينا ومن بعد تمشي بوتفليقه في اللقاء راكم مديين لبلاد المحرقة لأنه انتم راكم تبولوا على الدستور راكم دايرونه من شفاء فهمت انتم بالطريقه هذه وان انه تقدموا بوتفليقه هو في هذه الحاله راكم انتم يعني راكم انتم خلاص سكرتوا الابواب نتاع الامل سكرتوا الباب نتاع الطموح سكرتوا الباب نتاع الفرص كل مره من ما تجي فرصه ضيعوها لذلك انتم راكم تقدموا في البلاد تقدموا فيها المحرقه الشباب هذا اللي راهو ما عاشش في التسعينات راهم كاين شباب الان اللي هما ما عاشوش الفطره نتاع الارهاب هذيك اللي تسميوها نتوما هما راهم غير فقط يخايلو ما يعرفوش هاد المسائل وهذا الناس اللي هما راهم عايشين بالارطان وعايشين بالزطله وعايشين بكذا وناس راه ترمي روحها في الموت ترمي روحها في البحر هذو هذو يخافوا منكم ما. هو راهو يرمي روحه في البحر اصلا ما على بالوش بالموت ها هو درك انت هذا عياش هذا اللي رمى روحو في البير هذا لو كان جا هو يخاف من الموت ولو كان كذا لو كان في البير ولكن انتم من خلال هذا الغلق نتاع الباب نتاع الامل راكم تدفعوا في شباب تدفعوا فيه المحرقه اذا انا نشوف باللي ذرك هذه الفطره هذه نتاع بوتفليقه هذاك هذا هذاك انت المواطن الجزائري راه يحوس لك هو على راه المدرسه ولا راه يحوس لك راه يحوس على الحاله نتاعو النفسيه دوك اذا كان تشوف انت يا ضابط في الشرطه وتشوف انت ضابط في الجيش يخرج هو يروح يعيش في الخارج بعد ما دار لا روتريت لا روتريت المفترض هو انه واحد يريح في بلاده حنا شفنا قال مثلا واحد راهو في فرنسا كان خدام في فرنسا وتعب وتمحن وصار وكذا لما الحق هو المستوى هذا نتاع التقاعد هذا يقول كان نروح للبلاد نريح صاروا ذوك الناس اللي كانوا بكري هما يروحوا للبلاد ولا العكس ولا ذرك هذا المواطن الجزائري اللي كان هو استاذ واللي كان هو طبيب واللي كان هو ضابط واللي كان هو مهندس صار هو يلحق للتقاعد يخرج يقول لك انا نروح نعيش في الخارج نروح ندوي برا هذه الانجازات ما قيمته هو انك انت تبني لي ذرك انت ملعب ما نقولش انا المسجد خاطر كاين بعض من الناس اللي هما جايبين لك المسجد هذاك اللي راهم يبنيوه في المحمديه ودايرينو ما قيمته هو انك انت تبني لي ملعب اغلى من الملعب نتاع جوفنتوس واغلى من الملعب نتاع البرصا ونتاع الريال والمواطن الجزائري ما عندوش القدره على جلبش هو يروح يسلك الدوان نتاعو اذا راكم مدين البلاد مدينها المحرقة شوفوا هنا انا لما نخرج هنا في فرنسا وراهم لا شك هو انه راهم كاينين خاوتين الجزائريين اللي راهم موجودين في الخارج في سويسرا ولا في بريطانيا ولا في كندا ولا في امريكا ولا في المانيا ولا في اي دوله لما نروح انا ندخل المركز التجاري ونشوف انا نشوف انا الوسمو يعني سلعه جايه من المغرب والله جايه من تونس انا نشري سلعه من المغرب خاوتي وربي يزيدهم ربي يعطيهم نشوف انا نشري سلعه نتاع من المغرب نتاع المغرب ولا سلعه تاع تونس ولا اثر للجزائر لما نمشي انا المركز التجاري ونلقى نا دقله نتاع تونس مكتوب فيها دقله نور والدقل تاع نور تاع تاع الجزائر ما نلقاهاش المركز التجاري عندي يجيب عندي الحال لما نشوف انا الطماطم تاع المغرب في مركز تجاري ونشوف انا واد سوف تروح تغرس العباد يخرجوا استغفر الله يا ربي ونشوف انا مكان كان والو شوف ناس انا ترمي في الانتاج نتاعها ترمي فيه في الوديان ترمي فيه في الشعاب وين راه الدولة وين راه وين راه الإنتاج هذا حابين حنا نشوفو بلي الإنتاج نتاعنا يوصل لأمريكا ويوصل لكندا ويوصل لكل مكان والجزائر عندها وفيها الكفاءات وفيها الرجال ولكن هذا الظلم هذا التعسف هذا الحقرة هذا التهميش هذا التمييز اللي انتم راكم تمارسوا فيه بين الجزائريين هو اللي خلى الجزائر وصلت لهذا المستوى دول جو من ورانا يا صاحبي شوف الامارات وين كانت وين راها دول عربيه ما تحدثوش هنا على امريكا وتحدثوا على ألمانيا دول عربية صار المواطن يروح لتونس يداوي فيها ما عرفكمش هذه البلاد جزائري يروح يداوي في تونس ما البلاد هذه مثل ما درتو ديروا مستشفيات وخلي المواطن الجزائري دوي في بلاده يوم مش مش حتى المواطن البسيط ضباط خرجوا يدوي في فرنسا فرنسا تعرف الامراض نتاعهم وتعرف تعرف ادق التفاصيل عليهم ولكن على الشعب الجزائري يتشكروا لما يخرجوا ويصيروا يمشيو في الشونزيليزي يمشيو هما كيما ايها الناس لا حرس ولا محزن يمشي مثل طلاب لكن في الجزائر يمشي بالمدرعة إذن راه غايثنا البلاد غايثنا وهذا المستوى اللي راكم وصلتوه لها راه يحركم ويحرق ولادكم خافوا على مستقبل ولادكم ولادكم ما نحكيوش على ولاد الشعب مستقبل ولادكم قسما بالله يا القيد صالح غير مثل ما مارست التهميش غير يمارسوه على ولدك شكون اللي راه منكم راه يسمع الان بولد الشاذلي هاي وشكون منكم اللي راه يسمع بولد الشاذلي والله ولد الشاذلي وناس اخرين والله غير يجي النهار غير مثل ما راكم تمارسوا في التهميش ومثل ما راكم تمارسوا في الحقره غير يمارسوها على ولادكم اذا الاخوه والاخوات راني عطيت لكم يعني الراي نتاعي فيما يتعلق بهذه المساله وانا شخصيا هذا القايد صالح وهذا الناس اللي راهم مشاركين هم في هذا الدماء والدموع هذا الناس يخليو المكان من الناس اخرين وإن راك هي القايد صالح إلى متى الشاب الجزائري هذا اللي يشوفك يا القايد صالح وانت راك دخلت في الثمانينات من العمر نتاعك لا مستوى جامعي ولا هم يحزنون هذا ذك هو يامل في الجزائر ناس ناس راهم معاك الان في المؤسسه العسكريه راهم يطلبوا ربي الليل والنهار على جل باش ما يزيدوش يشوفوا الرهط نتاعك في المؤسسه نتاع الجيش حابين يشوفوا كوادر حابين يشوفوا ناس اللي مثلوا الجزائر احسن تمثيل حابين يشوفوا رئيس اللي يشوفوه في المحافل الدوليه في الملتقيات وفي المؤتمرات يشوفوا رئيس اللي يمثلهم اللي يتكلم باللسان نتاعهم واللي يتكلم بالاوجاع نتاعهم حابين المواطن يشوفوه مرتاح في بلاده الناس في الجزائر ما مش الناس راهم كامل يحوسوا على الفيلات وما مش الناس كامل راهم يحوسوا على المسابح كاين الناس اللي راهم درك هما في الدوله الجزائريه يقول لك انا نحوس على العيش الكريم ياكل بالعرق نتاعو في بلاده ولكن راسه في السماء ولكن انتم من خلال هذه الممارسات اللي راكم تديروا فيها وان انت تشوف باللي مهندسين وباحثين ومؤرخين واساتذه جامعيين ولا واحد يسمع بهم وتشوف ناس دايره شوشره على امير ديزاد وشوشره على رفكا وشوشره على شابه صباح وشوشره على كذا راكم تدفعوا في البلاد تدفعوا فيها المحرقه رقم تدفعوا فيها المحرقه لما تشوف انت ناس في البرلمان وفي مجلس الأمة ناس يعني اللي مستويات متدنية لا فكر ولا أفكار وتشوف ناس تسوى وتغلى تشوف ناس في القنصليات يخدموا معرفة وبني عميس هذاك جدته سفيرة هذاك خالت بنت عمه آه مانيش عارف انا تخدم في القنصليه الفلانيه هذاك ولد جد باداه باباه راهو ضابط في كذا هذاك عمو يخدم في الخطوط الجويه وقاعدين مع بعضاكم ولا صارت فيه عائلات بعد ما كنتم انتم توما صارت الان صار ولادكم راهم متحكمين في في اماكن والشعب الجزائري هذا شكون قسما بالله العلي العظيم يا هذا الشعب الثائر اللي ذليتوه اذا ثار والله العظيم من يرحيكم اقسم بالله ان يرحيكم في الطرقات وهذا الكلام اللي راني نقول فيه هو مش نحذر فيكم هذا راهو تنبيه شوفوا القذافي راه الشعب اذا ثار راه واحد ما يسلكو هو الشعب الجزائري مش الشعب الليبي وبالكم تغلطوا يا الشعب الجزائري مش الشعب التونسي والله يا لا الشعب الجزائري والله العظيم غير ربي غير ربي اللي يقدر له تشوفوا انتم الان في هذه الايام تفتحوا تف تفتحوا في وسمو الكنيسه في في وهرم ورانا شفنا تسجيل الناس تصلي في تيزي مسيحيين المواطن الجزائري اللي راه يشوف بصحتهم صليوا على ارواحهم انا ما عندي حتى اشكال ولكن لما يشوفك انت هذا المسيحي اللي راه درك هو يعتبر فيه اجنبي حتى اذا كان راه جزائري لانه الاغلبيه مسلمه ويشوفلك انت واحد تتبع فيه على اللحيه نتاعو وتتبع فيه على القميص نتاعو وكاين الناس اللي راهو دوك راكم فعلي فيه علي بلهاج قداش من مره ميا فيه ومانيش ندافع على فكره راني نهضر لكم برك هذا المواطن اللي هو يشوف في التمييز يشوف فيه كيفاش راك كيفاش راه رايح هو يتصرف معكم يا هل ترى انتم فعلا انتم توي حريه ماكمش توي حريه انتم راكم تسوقوا في صوره للخارج قال ها شوفوا الجزائر النظام الجزائري راه متسامح مع المسيحية يا سيدي ما عندوش إشكال راك تسوقوا في صورة الخارج مثل ما راهو الآن دوك يدير فيها النظام السعودي هاي راحت ماجده الرومي تغني في المدينة المنورة يسوقوا في صورة للخارج ما عندهمش إشكال وما معقدين راهو الشعب الشعب اللي هو شاذ راهو الشعب هو اللي راهو مش باغي مش قابل شعب ما, ما عندوش هذه العقليه شعب يحوس على العداله يحوس على الحريه يحوس على التكافؤ نتاع الفرص هذا هو الشعب اللي يحوس عليه انا دوك مثلا لما تشوف انت ناس راهم دوك مسيحيين الله يسهل عليه ما عنديش مشكله انا ولكن في المقابل نشوف انا ناس مسلمين راهم عايشين وراهم يتحركوا وراهم ينشطوا ولا عليهم ما عنديش مشكله نشوف انا درك راهو يا هل ترى دوك مثلا تارك هنا في فرنسا ولا في اي دولة من الدول الاوروبية يا هل ترى شفت الناس راهم قال مثلا دايرين دايرين لاشان قال هذا راهو باباه وزير والله هذا راه باباه شرطي ولا راه باباه كوميسار ولا راه باباه كذا تروح الناس تمشي الناس دايرة لاشان تدخل مع بعضها قوري وعربي ومع على من اي جنس كاين تدخل الناس تهز التيكي نتاعها هز تيكي وراهو قاعد يستنى في التور تاعو بالنيميرو ما عيط لك لا فلان لا فلتان بالنيميرو قال 70 ولا 80 ولا 102 ولا كذا هز النيميرو تاعك وروح اقضي صالحا تاعك وبسلامة بالعافيه صارت الناس في الجزائر تروح العقد الزيادة نتاعك المي عقد الميلاد نتاعك لازم لك واحد تعرفه في البلديه راك خدام وتروح لابوست دراهمك تروح تهزم لازم لك واحد معرفه في البلديه باش يعقب آه في بوست باش يعجب 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 حبين بلادنا في لابوست باش يعقب لك يعقب التور حابين حنا نشوفوا بلادنا تتطور حابين دوك مثلا في لي بوست هذو راهم قال الناس اللي تعامل بلا كارت بونكار واش الشيء اللي يمنعنا واش الشيء اللي يمنعنا ما عندناش اطارات ما عندناش كفاءات حابين الناس تعامل بالشاك وتعامل بالكارت بونكار مثل ما راه الدول باش انتم تخفوا على هذا المواطن تخفوا عليه من الاعباء في الاداره في كل مجال تولي الناس تقضي قال يروح يقضي, يقضي بلا كارت بونكار الناس هزت دراهم ومخزنتها في الديور تاعها وصارت الان الناس من خلال المعلومات اللي راه عندي الناس في الجزائر أو مواطنين مش نحكي على الضباط وهذوك اللي رأى من الفوق مواطنين عنده دراهم صار يحول فيهم اورو وصار لو كان يلقى طريق كيفاش يروح يشري دار برا في الخارج يشريها لانه راهو يخبي في دراهمو وما يحطهمش في البنكه الجزائريه شفتوا انتم في واحد هز الدراهم نتاعو من 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 فرنسا وجا حطهم في الجزائر او اسباني او اي واحد شفتوا واحد هز دراهمو وحطهم في البنكه في الجزائر على الجزائري هز دراهم ويروح يحطهم في سويسرا ويحطهم في فرنسا ويحطهم في بلجيكا ويحطهم في اي دوله واحده اخرى لانه الثقه ما كانش لانه الامل ما كانش وهذا انتم اللي راكم تدفعوا فيه تدفعوا في الجزائر راكم تدفعوا فيها المحرقه صارت الناس الان غير اللي ما وراكم شفتوا مؤخرا هاد الناس اللي راهم دوك راهو هما لتونس هادو تخيلوا لو كان لو كان الفيزا او قالوا لهم برك قال بمناسبه نتاع راس السنه قال نحيو الفيزا لمده 15 يوم الجزائري شحال الجزائري راح يقعد في الجزائر خليكم الجواب اكتفي بهذا القدر نخلي فرصه للاخوه اخرين باش يشاركوا معنا شوفوا مع هذا ياسر ياسر عندك مشكله في, الخل... في الخط تاعك ياسر راهو عندك مانع نشوف ترى ننتظر ربما كش مال بينا اخوة اخرين يحبوا يديروا مداخلات ياسر راني اضفتك ولكن عندك خلل في الخط المهم معذره الاخوه اذا كان فيه انفعال والله راهو الواحد راهو يهدر وراني دائما قلتها ونعود نكررها أقسم بالله العلي العظيم لو كان لقيت الناس راهم يتكلموا والله ما نقول كلمة والله لو كان راني لأتي بأموري والله العظيم نتكلم أخي ياسر عندك بلوكاج في الخط تاعك شوفوا ترى هذا فيصل مر الاخ فيصل هذا نفس الشيء الاخ فيصل نفس الشيء الاخ فيصل ما انتظروكش ما ربما كش ما اخوه اخرين كانش الاخ ياسر ما كانش حاولت قداش من مره ما كانش ربما كش ميل اخوه اخرين اخ ياسر الأخ فيصل راني جربت على الجل باش نطلعكم ولكن للاسف الشديد ما ما كانش نفس الشيء هذا الاخ هذا اللي ترمز الاسم نتاعك هابي نفس الشيء عندكم مانع في الهاتف نتاعكم المهم اذا كان فيه إخوان من الاخوه اللي مولفين يشاركوا معنا وما عندهمش خلل في الهاتف نتاعهم يحبوا يشاركوا على الاقل يخلونا نتنفسوا شويه انا راني تكلمت وراها الواحد يبسرق نتاعو راني في انتظارك يا الله كريم الاخ قلت لك الاخ فارس اه وش اسمه الاخ ياسر والاخ فيصل والاخ هذا اللي ترمز الاسم نتاعك بهابي عندكم واسمه مانع حاولوا انك دير الميزاجور للفيسبوك تاعك في الهاتف نتاعك وعاود اخرج وعاود ادخل بالك لا الله تقدر تدخل الان ما راني حاولت كم من مره ما مكانش كانش ما حاولت عده مرات شوفو ترى الاخ فؤاد بالك اللي يقدر يطلع فؤاد من بسكرة بالك لا على الله يقدر يطلع البارح جربنا الاخ فؤاد وكان فيه ضعف نتاع الخط لعل الله اليوم تفوت اخ فؤاد مرحبا بك اخ فؤاد اخ فؤاد اذا راك تسمع فيا تفضل المهم الاخ فؤاد الصوت راه للاسف الشديد نشوفوا ترى مع الاخ هذا حمزه الله الله يقدر يطلع شوفوا ترى الاخ حمزه هذا راني طلعتك الاخ حمزه الو السلام عليكم تفضل الاخ حمزه منين راك تكلم فينا وتفضل في الموضوع لاباس استاذ الحمد لله الله يبارك فيك تفضل هاني اسمع فيك تفضل الحمد لله يا ربي عندي مداخلة فيما على على يعني يبدو هو أنه الخط نتاعو ضعيف شوفوا ترى هذا ايغيل ملك لا عاود يقدر يطلع أخ حمزة الخط نتاعك ضعيف المهم عاود أدخل عاود أطلب من جديد اتمنى هو ان المره الجايه تكون الخط تاعك مليح مرحبا بك السلام عليكم وعليكم السلام الاخ الاسم نتاعكم اللي راك تكلم فينا وتفضل في الموضوع كابيني غيل. راني نكلم راني من فرنسا من منطقه ديجون مرحبا بك تفضل في الموضوع اي الموضوع راه كنت راه تحكوا عليه على المؤشر دركا واش راكم تحكوا واش من الموضوع راكم تحكوا عليه على النظام النظام الجزائري على نحكيو على الفتره نتاع بوتفليقه الحكم نتاع بوتفليقه الفطره من 99 الى غايه اليوم واش الموقف نتاعك انت في حاله هو انه هذ الناس اللي راهم دركهم في السلطه ارادوا يجربوا مرحله واحده اخرى بوتفليقه مع انه راه الواضح للعيان من انه راه مريض راه لو كان ما واحد يخاف خاف فيه ربي لو كان يوقع فيه ما راني نشوف راني نشوف الجزائر الجزائر بالنسبه راني عايش في راني عايش في فلوروب, عايش في فلوروب. نشوف الجزائر باللي عند عندنا بزاف مساعدات بارابور لي بيي اترونجي بصح ما كاش ما لي Zamangolo, a d'aide. Je vous donner un exemple, un petit exemple. Tu sais, en Algérie, ils ont fait la faute de socialiser pour tout le monde. Ils ne devraient pas faire socialiser pour tout le monde. Ils devraient donner l'aide pour les gens qui l'ont besoin et ils ne socialiser pour tout le monde. يديروا يديروا لا باجيت نقولوا لا باجيت ثلاث الاف ما بصح لازم تعطي بدرا الشعب اعطيله دراهم الشعب ما يسحقش تبيع قاع ديك الغشيه بروفيتي ولا تاع البلاد ولا تاع البلاد يكون عنده توشي 30 مليون توشي مليار يشري باكيطه الفرك والزوالي ما عنده حتى ظروف في الجيب يروح الفرك باش يشريها ما عندوش كيفاه يدير لازم يعطوه المساعده الاجتماعيه اللي يستحقها ماشي المعرفة كاين بزاف الرشوه كاين الرشوه كاين المعرفه في البلاد الرشوه بزاف بزاف واللي يخدم اللي يحوس اللي يخدم وعنده لي والاخر يكسرو على هذيك هربنا من البلاد هذيك راني فرنسا راني هنايا نخدم نخدم في بيجو سي شوفي كي يشوفوك بلي كابابل جو سوي كابابل عندك في الراس عندك الاخر اللي يقدر يرفدوك يخدموك يديروك قيمه في البلاد يحقروك في البلاد لازم الرشوه المعرفه ولا الاخر ولا متع... ولا ما لازمش تعيش لي أه... يعني لي كاباسيتي انا حنايا كنقولوا التركيب هذا انا جوست ترافاي شي بيجو سي طروي هذاك في الجزائر ماشي ماشي التركيب هذاك هذا كيسموه سرقه سرقه تاع دراهم باسكو التركيب نوري كلوزينا كان دي روبو كاين طاج في كاين فيراج كاين لو فيراج كاين للاسف n'est pas l'usine l'usine de usine de voiture tu pars première le euh, tu tu ferrage on le montage la va peinture tu as de okay, des robots hum. okay, une, une plus l usine zawsze, euh, je te dis un exemple euh, hier, il cherche du travail, ils ne trouvent pas des gens pour travailler. le chef, il a dit cherche moins une personne comme toi, une personne qui a les capacités. qui les Algériens les Algériens. je je Exact, exact, Je suis à Rennes. Rennes. C'est سي تروايل في البلاد حنايا حنايا لا فامي تاعنا اوني اونسيا دون ترونسبور حنايا الكيران نصنعوهم كنا نشرو كار عيبان نردها نعاود لها كلش كلش نعاود في البلاد يكسرونا نعود نعاود لها الصالو نعاود الموتور نعاود نعاود كلش وفي البلاد يكسرونا انا الشيخ تاع بابا كار كار تاع كار اوتوماتيك ردها ميكانيك نحل الموتور موديفيا كلش

آه هذاك تاع نحو نحو داروا تسمى قاعد كي يقدر يشري كار نابورت كي يشري يقدر يشري كار يعطوا لهم لي كريدي يعطوا لهم الاخر لي زونسي ترونسبورتور كاع ماتوا كاع راحوا لي زونسي درك دخل دخلك تحكو تحكو تي غيان إلى غيان تحكو تحكو كان ماشي جي جا موساعدة. وكان ماشي دار لي كريدي ولا لاخر دار لي كريدي واش فهمت وما... من خلال الكلام تاعك المساعدات ماهيش تروح لاصحابها مع المساعدات لصحبها، لصحبها، لازم ما راحش تروح لصحابها هاي ليك اي المساعدات لازم سوسياليزي القضية ماهيش غير في المساعدات سما لو كان جا دوك قال مثلا غير المساعدات يا يعني كنت تحكي انت الرشوه السرقه الكذب التبلعيط الفوخ الزوخ ال... كل شيء ما كاينش لا, لا 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 غير لا حاجه واحده برك البروبليم البروبليم ماشي غير السلطه البروبليم خاص خاص نقدر نقول لك الشعب انايا جي جي تي اون الجيغ شاب شعب اللي با سيريو ان اكزومبل ماشي غير السلطه تشوف شوف شوف ديفو في كيلكو ما يجيش في الوقت راني معاك فهمت راني معاك ولكن شوف انت دوك نعطيك غير مثلا الفطره مثلا غير الفطره في الثمانينات ماشي نروح وقال بعيد خلاص غير في الثمانينات برك الثمانينات كانت كاين الرجوة كاينة كاين الرجوة بصح ماشي الناس كيما نقولو ت يعني هكذا تظهر فيها الأيام كاين الناس اللي نقولو مثلا مثلا فساد الأخلاقي كان موجود بصح كانت الناس تستر روحها إي دوك هاي ولات عيناني ضرب دوك راه ولات عيناني كي الرشوة كي انت هذا المواطن اللي يشوف لك انت واحد خارج من الحبس واحد اللي راهو خارج من الحبس نورمالمون يحشم فهمت تا دوك راهو خارج من الحبس كون راه شغل جاب عمره والله كان في الحج والله الناس تتسلم عليه على سي فلان وشراك وتعانق فيه والناس في الطريق يا صاحبي راه ولات الناس درك ولا الانسان اللي راه دوك ينشر في الاخلاق ولا صار انسان شغل متخلف صار انسان والناس اللي راهم كينشروا في انا انا في البلاد وي قلت لك انا في البلاد آه يعني حاشا كلمه انا كي كي وليت هنايا في فرنسا كي نقول لواحد جي جامي فومي جي جامي شربت ان غوت د في حياتي ملي يجي لهم بيزار تما انا جو سوي با جو سوي ان نورمال لي تاع هنايا ايه ايه كاين منها صح كاين منها وكنت انا كيف كيف في البلاد, في البلاد انا في البلاد رحت للبلاد مخي حبس قلت كون كي كنا صغار كنا نقصروا على لا جوناس تاعنا نقصروا على الاخر تاعنا لي جا قاعد كيف كيف ولا دروك البلاد راحت ما رحتش دو زو برك لي جا قاعد كيف كيف وكاع يشهر مخلعت في البلاد انا كشتب حنايا كنا نجرو على الخبزه كنا نخدموا وين لقيت نخدم جو شوازي با لو طرافاي دروك لي جان قاعد كيف كيف وكاع يديك الاخر لا راحت لا راحت <applause> واش نقول لك ربي يهدينا وخلاص آه، ربي يهدينا ويهدي يهدينا كي حنا الحكام تاعنا واش نقول لك انا كاش جو بو ان شاء الله ان شاء الله شامع. المهم جو سوات بون ربي يبارك فيك الاخ اغيل شكرا يسلمك صحه شكرا نشوف ترى بالك لا, لا ربما كش فيه واحد من الاخوه الاخرين ي... يشارك معنا راهم كاين اخوه ثلاثه زهير فيصل والاخ رامي اصبر نعاودو نعطيو فرصه لخونا هذا فيصل شوف ترى بالك لا لا الله المره هذه يقدر يطلع اذا الاخوان على المباشر كنا تحدثنا البارح في الموضوع المهم اعدناه اليوم حول التقييم نتاع الفطره هذه نتاع لقاء للاسف الشديد الاخ فيصل راه عندك رفض من عندك انت ربما جيت تضغط على نتاع القبول ضغطت على نتاع على الربط اه ضغطت على نتاع على الرفض نشوفو ترى مع الاخ زهير هذا اصبر نفوت ليهم من الاخ فيصل ونعاود نرجع ليك شوفوا ترى مع الاخ زهير اتمنى هو انه تفوت السلام عليكم وعليكم السلام مرحبا بك واش راك استاذ لاباس الحمد لله الله يبارك فيكم. منين راك تكلم فينا الاخ زوبير نتكلم فيك من الشرق استاذ انا عندي مداخله ما نقدرش نمد بلاستيك اكزاكت باسكو المداخله تاعي شويه من انا نرفع شويه اوكي انا ندخل في صلب الموضوع كاين هنا قريت كومونتير عندك استاذ قال لك الغلطه راهي في الشعب عمر الشعب ما كان غلط يقول لك الشعب مش واعي شكون يوعيه الشعب؟ توعيه الحكومه الدوله النظام هو اللي قريه هو اللي يعرف القانون هو اللي شتي هكا ولا لا؟ ولا راني غلط استاذ؟ فيه وفيه. اه؟ لا درك انا شتي اللي دي دي عندي في راسي يا الاخ زبير <applause> شوف نقول اسمع درك درك بيني وبينك فهمت؟ بيني وبينك كاينين الناس اللي راهم درك هما قراوا واجتهدوا من نفوسهم. لا انت النظام درك هو رأها كاين المكتبات كاين المدارس درك راه كاين اشياء موفره دوك ماشي كل حاجه نقولوها احنا باللي النظام صحيح هو انه النظام فيه الفساد وفيه الرشوه وفيه السرقه وفيه بني عميس وفيه كل الطوام موجوده ولكن المواطن ثاني يتحمل المسؤوليه نتاعو تا النظام يجي لك يقول لك انت في الدار تاعك يقول لك انت ربي أولادك في في الدار تاعك يدخل لك انت يقول لك علم اولادك كيفاش يقراو النظام يجي يدخل لك للدار يقول لك انت اقرا او كان اللي راهو تلقاه عنده لا ليسونس في حياته ما هزش كتاب قراه عنده شهاده نتاع لا ليسونس ما عادش ولكن في الشهاده هذيك راجع مواطن عادي تلقاه راهو عنده مستوى الابتدائي وكون روحه عنده اراده كون روحه قرا وطالع وصل وكذا كاينه اشياء دوك انت نقولوا مثلا النظام راهو جاب لك قطار صح رانا شفناه بعيوننا راه كاين قطار جديد والله حافلة جديده تدخل نتايا ت... تلقى نتايا دوك مثلا القطار هذاك مكسر انا شفناها ومؤسسات دار جديده عطاو لك دار في السوسيال كما كان يحكي دوك الاخ هذا دار جديده يدخل بعد ست شهور تلقى الدار لك حاجه واحده اخرى او تلقاه ربما رأى هو يخدم يخدم تلقى راه مثلا انتر بريس في الباطيمه هذه واحد ينحيها أيوة. يعاود يحفر البلافون واحد يعاود يبدلها للصاله يقعر الحيوط هذوك واسمو ومن بعد انتر... ومن بعد يقول لك هاي الباطيمه رجات انا 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 الفكره اللي عندي كونطر شتي انه يمدوا السكن السوسيال هذوما يمدوا الانسان ما عندوني خدمه اني مدخول انا راني كونطرا انا نقول لك على الفكره اللي عندي يا راسي كيف انسان ما عندوش خدمه وتزيد تمد له سكنه لا شفتي بالخدمه تعطيله خدمه وبالخدمه توفر له سكن وميم طون بالخدمه تاعو يقدر يخلص السكن تاعو وزيد يوفر انها الدراهم هذيك يخلص يخلص بها السكن هذيك يوفر بها سكنات اخرى لولدو ولولد ولدو دونك يولي الانسان ما عادش يخدم على روحه وعلى ولدو يولي يخدم حيز وقيس قيس روحه فهمت كيفاه هذه الفكرة غلطة فيها الحكومة وكم... كاين الناس اللي راه محتاج هو بسكنة ما تقدرش تقول له أنت كاين محتاج كاين الناس اللي راه محتاجين هو يحتاج للسكنة تعاونه مش مشكلة يكون فيه تكافل اجتماعي أنا نعطي بريوريتي الخدمة مش قبل السكنة أخي فهمتني أستاذ كيفاه مش حب الفكرة اللي عندي هنا كيفاه فاهم شفتي فهم. بالخدمة فهمتني بالخدمة لا. بالخدمة تقدر توفر سكن درك أنا كي نعطيك خدمة ونحيلك من الشهرية تاعك مليون تخلص بها السكن كما السيستم اللي في فرنسا كما يتعاملوا به في لي كما في في برشا بلدان هكا. بالخدمه بدا. تقدر تاعك تقدر تخلص السكن تاعك. محال باش انت انسان ما عندكش مدخول ونجي نمد لك سكن و... والفايده. بالعكس هكا خساره الدوله تسمى الدوله خسرت من جيبها بلا ما يكون عندها مدخول. لا 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 هو علمان مش مشكله هو انك انت تعطيه السكن الناس اللي راه ما عندهمش موش هذا هو الاشكال. الاشكال هو انه لما واحد هو يدي سكنه في في مكان ومن بعد يروح يدي سكنه في مكان او يدي سكنه هو مش محتاجها ويبيعها فهمتني وتولي فيه بزنسة او تشوف مثلا انت يا واحد راه خدام في الدوله عنده المعرفه وقال يدي هو ربع سكنات في كل مدينه راه داير سكنه هنا اللي وسمو تسمى التوزيع نتاع السكن توزيع العادل ما كانش تالي كاين نشاط فهمت كاين نشاط وكاين انجاز ولكن التوزيع العادل ما كانش والتوزيع العادل باش يجي رانا تحدثناها في وقت سابق ونعود نكرروها تا لما انت تخلي المسؤول هذاك قال مثلا رئيس البلديه يكون هو منتخب بطريقه علميه فهمت بطريقه علميه مش انت على العرش الفلاني يغلب العرش الفلاني بطريقه علميه وتكون عنده كفاءه لما هو يوصل للبلدية وتكون عنده افكار وتكون الناس راه لحقت الى مستوى من الوعي بحيث وانه الناس تنتخب على المشاريع تنتخب على البرامج فيما بعد هذاك رئيس البلدية لما يكون هو يحمل مشاريع ويحمل برامج وعنده راه ناس راه واعيين وغدوة فيما بعد يلقى تكفل به من طرف الدولة بحيث وانه الناس تعاونوا فيما بعد وراه راح يطور البلديه وراه ينهض بها لكن لما تكون انت العرش الفلاني ضد العرش الفلاني واللي عنده صح. شكارة يفوت واللي عنده المعارف يفوت انت راك تكوني في الدوله راك تكوني فيها على المستوى الوطني ومن بعد انت راك راح تنتظر انت من انه هذا الشعب انت ربيته على الشكارة ربيته على الشكارة انت ربيته على الجاه دوك الناس اللي راهم مثلا في مجلس الامه والله في مجلس الشعب الوطني يا هل ترى فرزتهم الاراده الشعبيه يا هل ترى فرزتهم المشاريع يا هل ترى فرزتهم الافكار لا لا فرزهم الجاه، فرزتهم الشكاره فرزهم البني عميس لا شك هو انه كاين الناس اللي راه عندهم اسمح لي نا. استاذ شو... اسمح لي استاذ قريت كومنتير <applause> قال لك نصر وخونا نصر قال لك كيد يعطوها سكن وراه في عامين وما خلص الكراء دونك انا الفكره اللي عندي كي يكون القانون مطبق على الناس الكل عندك سكن مقيوم لك السكن هذا بار اكزومبل بثلاثمائة مليون هكا راح تنحي كل شهر مليون من الخدمة تاعك راح نقولوا تخلص ثلاثة ملايين اوكي اني راح تخلص السكن تاعك ومام طون دخلت الخزينة تاع الدولة دخلت لها دراهمها وبالدراهم هذيك اللي دخلت الخزينة راح نبني سكن اللي هو لولدك دونك انت ما عادش تخدم لروحك انت والولدك تخدم غير قيس قيس روحك فهمت اخويا نصر هذه المعلومه أحس... هي حل في راسي انا في, <applause> في الموضوع في الموضوع نتاعنا يعني هو حول بوتفليقه كيفاش انت تقيم هذه أنت نتاع بوتفليقه وش هو الراي نتاعك انت كمواطن في حاله ما هذا الناس اللي راهم في السلطه هم قروا على جلبش باش هما يعاودوا يدولوا راني... ولا يعاودوا يمشيوا به في هذا انا وجهه النظر تاعي راني كونتر العهدة هذه الخامسه وكونتر بوتفليقه والنظام الفاسد هذا كله راني كونتر ونقيموا كي نقيموا ونعطي له زيرو التقييم تاعي نبداها من المير حتى نخرج على البريزيدون هذا تقييمي انا انا نكونطرها انا الحكايه يعني. وشكرا استاذ شكرا بارك الله فيك الاخ زبير نمر الاخوه آخرين آه نشوف ترى الاخ فيصل المره الثانيه نزيد نعطيك فرصه ومن بعد نجي لك الاخ عمر اللي ترمز للنسم نتاعك بالنمر اصبر يفوت الاخ فيصل هذا ونعاود نرجع لك الاخ فيصل اتمنى هو انه المره هذه تفوت هاي اخ فيصل مرحبا بك اخ فيصل تفضل اي تفضل الاخ فيصل راني يعني عطيت لك الكلمه وراه كان الصوت نتاعك يمشي الا اذا طفيته انتهى السلام عليكم لما دخلت هو الصوت نتاعك يعني نسمع في الحس اسمو نتاعك تفضل تفضل في الموضوع الاخ فيصل اسم نتاعك من راك تكلم فينا وتفضل في الموضوع تفضل ترى الاخ عمر هذا ارواح الاخ طارق اللي, اللي ترمز الاسم نتاعك بالجي اس كا ارواح انتها. تكلم نتايا يا تكلم نتا ونخليوك تكلم اسيدي محسوب حنا رانا إن... نمنعو في الناس الله يهديك شوفوا ترى الاخ رامي هذا الأخ رامي عندك خلل في الهاتف نتاعك عاود دير ميزاجور للصفحه لصف... للصفحه و... اضفتك ولكن عندك مانع في الخط تاعك شوفوا ترى مع الاخ هذا اللي يرمز الاسم كاتيا ولا اخت الاخ محمد قيشاوي راك تقول لي باللي رانا نستنى ولا نروح نرقد اخويا علاش طلبت الاضافه وما اضفتكش مرحبا تفضلي الاخت اللي ترمزي الاسم نتاعك بكاتيا مرحبا تفضلي ومن راك تكلمي فيها. نعم تفضلي <فضلي. فضلي>, تفضلي <تضل> تفضلي اني اسمع فيك. حبيت برك ندير مداخلة لاسك فو زافي دي كو لو بروبليم سي با لو سيستيم ايديكاتيف ولي ديكاسيون. أبخي أفيك موسيو زوبير إل فوزا دي سا. Vous avez dit non, il y a les, les universités, il y a les, les bibliothèques, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Juste pour vous dire que j'étais étudiante, moi aussi, comme la plupart des Algériens. J'étais à la faculté d'Alger. Nos bibliothèques, il n'y avait pas de livres, il n'y avait pas de. Bon, pas, je parle de mon domaine. Euh, les profs, ils ont tout fait pour nous décourager. Ailleurs, tu ne trouves rien. Euh, pour dire que va être jamais le tout c'est normal parce qu'ils ne nous ont pas éduqués. Le système éducatif, bon, je ne parle pas de la classe moyenne ou bien de, de tous les au nom de tous les Algériens de ma génération, ils nous ont pas éduqué à, à prendre le livre, à faire ça, à faire ça, à faire ça. Chauve, l'octe el karima, انا وش الشيء اللي قلت الاخ هذا زبير قلت له باللي المسؤوليه ماهيش فقط على الناس اللي راهم في السلطه انا راني ضد السلطه هذه وضد هذا النظام وضد هذا الاساليب اللي راهم يخدموا بها راني قلت له باللي راهو كاين مسؤوليه تقع المواطن انا شخصيا انا شكون اللي كونوني كونوني هما ولا ما انا اجتهدت من نفسي طالعت وقريت ومشيت Qui qui les qui les 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 qui y non, non c'est vrai c'est le système qui a qui avait fait tout ça c'est vrai on a tous fait des, des, des recherches personnelles ça mais la grande responsabilité tout est l'état le, 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 le système maintenant à la on est à l'étranger je suis aussi en france voilà كيفاش راكي تشوفي انت في المرحله آه هذه نتاع بوتفليقه آه هذه من 99 آه الى غايه 2000 رانا 19 دخلنا في 2019 كيفاش تشوفي آه الفتره هذه نتاع بوتفليقه وفي حاله ما هذ الناس اللي راهم درك هما في السلطه في هاد الناس اصحاب القرار هذو هما قرروا على جلب باش هما يزيدوا يمدوا المرحله هذه جونتو مال سا كوب Euh, Qu'est-ce que je pense de la cinquième mandat, c'est ça Cinquième le mandat. C'est le... normal qu'on est contre. Ah, personnellement, je parle à titre individuel, c je suis contre. C'est normal que je suis contre. Parce que ça y est. Même si on va dire qu'il a beaucoup fait pour l'Algérie, soi-disant, entre parenthèses, mais ça y est. Là, on est, à... on est à un système démocratique, soi-disant. Donc ça y est

حياتنا كاع في المشاكل سوا صوم دو لا هذا بعد من بعد الازمة تاع كاتخ من بعد لا من بعد بوكو خاف خاف الشعب سي زعما ما يقدرش ينوض ولا نو ناض ديجا مي انت ضد الفطرة هذه اللي راهم ما حابين يعودوا يزيدوها اه وي سي نورمال صحيح والفطره نتاعو هو الفطره نتاعو اللي يحكم فيها هو من 99 <applause> كيفاش تشوفي انت في الفطره واش انا نشوف كل من كلش جديد. من ناحيه سياسيه جديد. اقتصاديه اجتماعيه أخلاقية كل شيء يعني الفطرة اقتصادية اقتصادية شغل أعمال بوبل بالآخر بالسكان وإلا دوني لا شونس اللي يخرجوا من الحب سيتي <applause> لا <الـ تصفيق> كغوند هذيك تاع السلام والآخر الآخر كومون سابيل السلام الوطني تاع المصالحة والله تاع المصالحة الوطنية سيتي لا كغوند إيغوغ اللي دارها Voilà. il le voit comme étant euh, parce qu'il est venu juste après la décennie noire sur le où la dessin noire après le peuple il a, il a bluffé le peuple comme ça après certes ils ont donné l'enseignement et tout beaucoup de choses des trucs comme ça juste pour les نعم المهم شكرا الاخت كاتيا نعود نمر للإخوة اخرين نفوتوا الفيصل اللي راني عطيت الكلمه نشوف ترى مع الاخ هذا وليد وليد زروال اخ وليد يبدو انه عندك مانع في الخط نتاعك عاود شوف دير الميزاجور لابليكاسيون تاع الفيسبوك الخصائص هذوك اللي راهم موجودين في الهاتف نتاعك باش تقدر تدخل الاخ هذاك دخلت كوكبيل وخرجت زيد ترى نعاود المره هذه ندخلك بلك لا ربما تقدر تفوت المهم الصفحه هذه ماهيش نتاع شات الانسان اللي يحب يجي هو يتبلع للناس راهو يلقى روحو برا فهمتوا رانا نتناقشوا في موضوع موضوع يهم البلاد اللي يحب هو يجي يقرا جلانا والله يحب يجي يستغل الصفحه الصفحه ماهيش نتاع للاسف الشديد راني دخلتك للمره الثانيه يبدو انه عندك مشكله الاخ فيصل نعاود نجرب معك ترى المره هذه بالك تفوت والا المرة الاخوه اخرين الاخ محمد دوك نشوف اذا كان فيه امكانيه على يعني تدخل الفيصل مرحبا بك اخ فيصل تفضل المره ذي خلاص راني جربت معاك مرتين شوفوا ترى مع الاخ هذا عمار مدريد شوفوا ترى عمار هذا من مدريد بلك لا الله يفوت اخ محمد اطلب انت اللي تطلب الاضافه مشي بالكتبه راهو عندك خاصيه موجوده وين انك انت تضيف الكاميرا تدخل من ثم اطلب الاضافه تخرج لي في القائمه من بعد نطلعك انا ماشي بالكتابه يا الاخ عباس قلت لي فيصل ما يهدرش واش ندير له ما واش يبان على الاقل كنت جيبان برك مرتين هاك شفت راني دخلته مرتين الاخ عمار من مدريد يبدو انه راه عندك مشكل في الخط نتاعك اللي يطول بزاف راني نفوت لواحد اخر ماكش موجود الاخ قيشاوي شوف نقولك الاخ محمد ربما ما راكش تتكلم اصلا بالهاتف الانسان اللي يكون موش يتكلم بالهاتف ما يقدرش يدخل لازم فقط هذه للناس اللي يتكلم. يعني اللي تتكلم بالكمبيوتر ما تقدرش تدخل نشوفه ترى عيسى عيسى عندك مشكله عيسى شوف ترى اي ربما غيرت في لي بارامتر الهاتف نتاعك نفس الشيء عيسى هذاك وليد زروال نفس الشيء شوفوا ترى رمزي هذا لا الله يقدر يطلع وعليكم السلام الاخ قيس راحت له تريسيتي واش دخل تريسيتي اخويا في النقال عنده الهاتف راه يمشي عنده حتى علاقه بتريسيتي فهمت لو كان يروح تريسيتي عندي انا تروح تريسيتي ما كان حتى مشكله الاخ صالح قلت لي أبو في اللقاء قال باللي يقعد ل 2050 <applause> حتى يقعد يتحكم في الاجل تاعو ما نعرف بين الليله وغدوه واش راه يكون الاخ راني دخلتك عيسى يا عيسى عاود خرج وعاود ادخل فهمت عاود خرج عاود ادخل بالك لا عاود تقدر تفوت شوفوا ترى مع الاخ رامي هذا نفس الشيء الاخ رامي راني دخلت ترى مع الاخ هذا محمد عيسى اذا راك تسمع فيا عاود اخرج عاود ادخل وشوف اللي بارامتر تاع الهاتف نتاعك شوفوا ترى مع هذا الزبير زبير راني يعني دخلتك عندك مانع اخ زوبير اللي مسمي روحك زبير موبل شوفوا ترى مع العمار هذا بالك لا هذه المره هذه يقدر يفوت راك بالهاتف الاخ محمد ولكن ماكش موجود فهمت تما الكاميرا نتاعك ما كاين اللي درك هو يكتب لي كي نقدر نضيفه نقدر حتى نضيفه من عندي يعني. انا ولكن انت ماكش موجود شوف دير الميزاجور لابليكاسيون تاعك تاع الفيسبوك وشغل هذوك الاشياء اللي راهم موجودين عندك في الهاتف لي بارامتر هذوك خصائص هذوك عاود فيري فيهم مليح ربما راك كاين داير مانع شغلهم ومن بعد تقدر تدخل انا مذهبيه باش تدخل معنا وباش تشاركنا في الراي تاعك يا الاخ حسن لو كان جرى المشكل من عندي انا لو كان الناس ما راهمش يدخلوا فهمت راهم كاينين الناس اللي كانوا يتكلموا راك تسمع فيهم راوش شحال من واحد دار مداخله كاين اللي راهو درك هو يقدر يدخل ويمد الراي نتاعو ويتكلم هاو الان عيسى هاني قلت له عاود خرج ودخل هاو دخل هاو درك يدخل ويتكلم ها وعليكم السلام اهلا واش اللي حصل معاك تا ما نعرف ما نكليكي نورمال ندير اونفوايي باه نستنى هذيك اكسبتي كي تجي الكاميرا ما جا والو تقول لي تاع عاود نزيد نخرج ونعاود نرجع الله يعطيك الصحه واش عاود عاو درت واش عاود درت درك أه؟ درك واش عاود درت والو خرجت خرجت وعاود ترجع درت انفيتاسيون بعثت لافيتاسيون اسمها باه اونفوايي هي. انت كي اكسبتي تدخل وت... تدي الكاميرا أو... تقول لي اكسبتي, أكسبتي. عاود دخلت مرات هو كاين اشياء كاين شوف تلقى مثلا مرات سيرتو بالهاتف دوك بالورديناتور هاو يقدر الواحد يفيق بالهاتف تلقى واحد راهو دخل لعده صفحات والصفحات نتاعو هذوك راهم كامل مفتوحين فهمت هو قبل ما تدخل اغلق الصفحات هذوك كومبليتوم اغلقهم نهائيا وادخل نورمال كي تمني راهو كاين البث نتاع المباشر ادخل وتلقى الاضافه هذيك في خلال التعليق هذيك تلقى الاضافه ديرها ايه يعني هذا هو اللي رانا نمشيو به ويتعلم الواحد كانش الاخ محمد اخ محمد قيشاوي ما كانش ماكش موجود راك راك في التعليق برك راني نقرا في التعليق تاعك ولكن في الاضافه ماكش موجود تفضل عيسى المهم نور رقان الله يعطيك الله يعطينا طولة البال اللي عندك ها نحاوله ها المهم راك الموضوع تاع البارح المهم انا ما فهمتش الموضوع الحوار تاع البارح واش صرا له ما لقيناش راح راح صرخة خلل راح تسمى تفاصل المقطع الاول المقطع الاول هذاك وليت تنحيشه تسمى كي راح الحديث نتاعي هذاك وانت الاخوه اللي يم. دخلوا من بعد من بعد انا وليت زدت نحيت هذاك المورسو هذا اللي اللي قلت انا نعاود اللي, ون... اللي سمعوه البارح يسمى آه خاوتنا العسكريين يسمى اللي اذا دا دارو دار والو حركة يعني <applause> <applause> رانا رانا قلنا رانا مررنا الرساله اي يعني وصلت ان شاء الله آه المهم احنا كي نهضروا على تقول تقييم بوتفليقه بوتفليقه قلنا كيما هضرنا قلنا العهده الاولى انقذ شويه الجنرالات العهده الثانيه جاب ربي كيما قلت قبيل تاع عند الزهر في وقت شاد اللي هبط 12 دولار في وقته وعشرة 110 ولا 120 دولار العهده الثالثه راحت كل قرش الاخر تبزنيس وشراء الذمم الرابعه هنا ما شفناهاش طول الخامسه اللي مددلوا ليها كيما قلنا البارح فهو انتهازي وطماع ويحوس على استمرارية هذا النظام ولهذا الاحتقان هذا كاينه ناس حوسه تحوس تخرج الناس تخرج للشارع الشارع ما يدير والو قلنا راح يزيد يطول يطول عمر هذا النظام كي تخرج للشارع وما يكون والو ما, ما تخرج خير المهم حنا اذا بغينا انا انا يبان لي بوتفليقه وقته وصل أه وصلت فيه الجزائر الى فساد مالي لا لا نظير له والاهم ثاني انه فساد المجتمع الاخلاقي حنا كي خرجنا قبل 99 ما كانش واحد يقدر يسرق مراه في الطريق وصلت انه المراه يخطفو لها ولا تكالل من وزنها. والله التليفون بعد كي خرج التليفون في الألفين في أوائل العهدة الأولى والثانية المهم غياب الضمير غياب الكفاءة غياب الردع غياب المحاسبة غياب لاسويت دي شوز تحمل المسؤولية ما كانش عدم إعادة أخطاء اللي صارت قبل تتعاود في بلايص اخرين نورمال ما كانش واحد يقول اوه هاي صارت لنا غلطه في هذيك البلاصه ما نعاودوهاش في هذه نزيدوا يزيدوا عودوا نفس الـ... الاخر الشيء اللي اللي اللي, اللي كيما قلت حكيت تعطيت شويه ان بيوغرافي على بوتفليقه انا نزيد لك في 94 كي دخل على بالك نور الدين قال بهذا بهذا الكلمه بالذات النظام المتعفن يقصد فيهم نظام الشاذلي، هذه كي يدخل في يا وتسعين. ودي كنت ولي تحاسبوا على كلامه والله، يا ودي خلاه على والله قلت ها بتك هو هو في الربعة 94 نفسه يقول على نظام الشاذلي نظام متعفن، ما رايك زركا اللي راح يجي واش راح يقول عن النظام نتاعه؟ طلعت الريحه وصلت للأوروب انا كل هذا والله يا 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 نور الدين هو نقول لك شوف نقول لك هذه خذها من عندي اسمع هذا خذها من عندي ثم أه لطفوا بها الجو هو قال على الشاذلي زعما شغل لي يعكي عليه زعما شغل يضحك عليه جاب اسمه هذيك نتاع أه واش اسمه النكته هذيك تاع البلاد اللي واسمو البلاد اللي, اللي ما فيهاش مشاكل ما عند ما عند واش اسمه ما ماهيش ماهيش دولة. ما دوله احنا الحمد لله ها... ما عندناش عناش مشاكل شكل هكذا انا انا نقول لك هذيك هو انت ابو تفليقه كيفاش يقول ابو يقول الدوله اللي ما فيهاش حفره ما هيش دوله وحنا الحمد لله رانا عندنا حفره ردمنا فيها عياش فهمت هذه هي تو دي. دير هو قال نرفع الحقره شوف الحقره كيفاش راه فهمت شوف البلاد كيف كيفاش خلا خلي من الجهوية خلي من الرشوة خلي من السرقة خلي من التعدي خلي من الاخلاق المايعة خلي 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 خلي, خلي. راهو دوك انت انا راه من ناس نسمع نسمع في في يحكيوا لي ناس هكذا من العائله ماشي زعما قال منا ومنا ولا من العائله يحكيوا لي الشيء اللي راه وقالوا قالوا لي باللي راك تجي يعني راك رايح تتفاجئ باشياء اللي ما راكش كنت حاطها في الراس نتاعك خلاص فهمتي باسكو علاش تلمون الناس تبدلت العقليات نتاعها و يراه وخاري من الأخلاقي اسمح لي اسمح لي العقلية التعجزارية هي هي أنا شوف قالش الأخر واحد ما يقولش أنا شفت وشفت وشفت أنا الدول اللي شفتهم ما لقيت الشعب كالجزائري ما كانش كيفنا شوف البشر اللي عاشرته وشفته وحكيت معاه وعاشرته ما لقيت الشعب كي تانا. من حيث واش؟ من كل شيء الخصوصيات العقلية التقاليد الرجلة الشهامة المهم كان حوايج بزاف نختلف ونختلف على الأخر بس حضرك اللي تبدل أنه الشعب ولا مادي في زمن ما الناس كانت ما تشوفش للمادة كإطار هكا تشوف ماكش مادي واحد ما يعطيك قيمه لا 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 تغير شوف نقول لك جبناها كمثال الاخ ذاك النهار عيسى كمثال برك جبناها ذاك النهار قلنا احنا باللي واحد واسمه من فرنسا متزوج بوحده فرنسيه ولا الماني متزوج بالمانيه لما دخل هو البلاد كان هو يسوق والمرة نتاعو تشوف فيه دوبلي منا دخل منا صوتي منا عقب منا قالت له كيفاش انت كيفاش انت هذا نورمالمون لازمك تحترم القانون قال لها ودي ما كثرت معاه قال لها كي الفولو اي ما ضريش تكسر لي في راسي هاكي الفولو سوق انت يا تجي هي ديماري يخبط فيها واحد من اللور تجي سوق منا 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 ايام بعد يا اي ولد دخلتها هي علاه لانك المول هذاك فهمت المول انت لما تكون مثلا في فرنسا ولا في كندا ولا في المانيا ولا في هذه الدول وين انه راهو كاين قانون يحترم انت يا حتى اذا كان مكشرك تحترم في القانون تصير انت مفروض عليك على جلبش انت تحترم القانون لكن في الجزائر في الجزائر تلمون القانون تلقى انت البوليسي هو راهو يبول على القانون يا رئيس الجمهوريه يبول على الدستور ولا صارت الناس تسمى تلمو مكانش القانون وتلموا مكانش الدستور وتلموا مكانش الاحترام تلمو ولات الناس راهو اللي عنده الجاه واللي عنده الرشوه واللي عنده المال هو اللي يدير ولا غير اللي ما صابلهاش لكن غدوه تاكد إيه. باللي لو كان غدوه لما يكون هناك قانون وكاين عداله هذا المواطن هو فيما بعد صحيح هو انه كاين الناس اللي هي روسا خشينه وصح صحيح صح وصحيح صح وصحيح صح ولكن تاكد لو كان غدوه يكون هناك قانون وتكون هناك ردع وتكون هناك عداله من بعد اللي يتحرك يتخبط راسه في الحيط تاك تشوف فيه هذا المواطن هذا اللي هو ذرك في القضية هذه انت عياش ينتقل لك من عدة ولايات من عدة ولايات وربما راهو كاين قدامه راهو بالك ما يروحش ليه ولكن راهو مازلت فيه ولو عرق ينبض راه مازال فيه مازال فيه كيما نقولوا الروح نتاع العطاء مازلت فيه الروح نتاع التضحيه مازلت فيه مازلت فيه العاطفه ولكن ما لقاش الناس اللي وجهوه التوجيه الصحيح وما لقاش الناس اللي هما يعني يعني يديروا العدل بين الناس راه الشعب الجزائري رانا شفناه في الثوره وان الناس مدت الشرك نتاعها ذهب تنحي المرأة تنحي من الرقبة نتاعها تنحي ذهب وتمدو شفناها ولكن لما انت يشوف يشوف لك واحد اللي هو كان مناضل في الثورة ويديك لاكاس يخرجها لسويسرا وفي المقابل في الفترة نتاع التسعينات نفس الشيء شفنا هذيك الظواهر وان انه المواطن يمد في سبيل الله ولكن فيما بعد نفس الشيء يشوف لك انت ناس راح درت فيلات ويشوف لك هو ناس درت قنوات بدراهم الشعب فيما بعد يقول لك روح بسلمة بالعافية يعني. خلاص خلاص لماذا لأنك نحيت له انت هذا اسمع نعم. المشكل المشكل نقوله في الشعب أو في المسؤولين أو فينا كل احنا نقوله كل فينا المشكل فينا كل انا كي دخلت الجزائر في 2015 وقطع سنوات وانا نسوق خارج الجزائر ما نقدرش نسوق في الجزائر قلت لهم انا نهار الجزائري يحترم خوه الجزائري في الطريق في السياقه يعني في السوقان هذاك النهار نقدر نقولوا نوصلوا للديمقراطيه ولا للحوار عليها نور الدين لانه اللي يركب في الطوموبيل حاسب الناس اللي يمشيوا على رجليه كل ذبان واللي يمشي على رجليه موش عاطي قصة اللي راه يسوق أساسا كي قلت الواحد أنا قلت له أنت كيفاه تقطع هذا يقطع الطريق بلا ما يشوف لا أدروات لا أقوش قال لي يا عيسى هذا ويحوس على الدية يحوس على الدية يعني هاو يموت داروا يديو الدية هذيك 40 مليون ولا خمسين مليون الله يسهل يدي الدية والسايق هذاك اللي سوق يمشي يمشي لك 80 ولا سبعين في وسط رود في ولاد صغار فيه حوادث المرور يعلم بها ربي دونك ما كنش لا وعي في هذه الحوايج لا احترام هنا توصل ستوب اللي وصل الاول هو اللي يفوت احترام ما نعرفه ما يعرفني نتلاقاو ستوب عندنا في ربعه ستوب اللي وصل الاول يفوت باحترام مش يصوني عليه حنا قلت لك هذه الثقافه ما زالت ما حنا نشتيو بعد, بعد عليها المهم خلينا في الموضوع يا عيسى موضوع إيه. بوتفليقه وهذه إحنا... الفطره هذه إحنا... بوتفليقه بوتفليقه في وقت صحابي بصنع ايدينا او بالسيستام والله بكلش استشرى الفساد في الجزائر استشرى استشرى يعني الرشوه صارت كوميسيون في في سوريا كانوا يسميوها للاكراميه في الجزائر صارت كوميسيون في مصر يبقشيش من بكري سمعت حنا عندنا نخدم الخدمه كوميسيون يا صاحبي الرشوه زادت الى حد غير طبيعي الفساد تشرى في كل مواطن، يعني قلت كيما قلت الغلبة قلنا لازمنا جيش تاع وعي والتوعية والناس اللي تسال سؤال انا اللي يقولوا علاش هما خير منا نرجع لهذا الموضوع ونخلي الخاوتي كيف ما يهضروا، آآآ أه أه لازم ما نخرجوش من المهم، هما علاه نجحوا؟ انا تقريبا السؤال اللي خرجنا على جالته يا اللي خرج للخارج يقول لك نروح نشوف هما علاه خير منا، تطبيق القانون الخوف من الخوف نعم ماهيش قضية نتاع خوف بعضهم ويحترموا بعضهم وعايشين ديمقراطية بيناتهم ما هي رقم رقم دي القانون يطبقوه يعني هو كي تقول له القانون الفلاني يقول هكا يقول لك صح عندك الحق ما يقول لك شاها نروح لك نشوف لك فراغ قانوني نشوف الكهرباء من تحت يقول لك القانون احنا دارنا قانون التدخين انك ممنوع تتكيف تسع مترات قدام اي اي مكان عمومي ولو كان يحكموك 200 دولار الناس كل تطبق فيه 900 مترات تكيف له وسار المفعول تاعو وقالوا يوم الثالث يمشي هذا القانون يمشي الناس طبقوا احنا الردع ما كانش اللي طبق القانون ما كانش واللي اللي حوس يطبق القانون يلقى المعرفه عيط لصاحبو كوموندو خو جينيرال يرجع نور الكوارت ولا نفيكتيك ولا ندير فيك وندير ها آه. ها تمشي البلاد هذا هو المشكل اللي صرا فيه في الجزائر ما كانش ما كانش ردع ما كانش راحت كيما تقول تال البلاد نديها كل واحد يستعمل قوته القانون بيلين عليه كل كما اولى كما قلت من اللي بال الدستور بوتفليقه ورواح ما كانش اللي يحترم القانون دونك يكون الدستور يا ودي شوفهم شوف تاع البيس اسمع شوفور تاع البيس نتايا كي يكون راهو داير هو بلاك نتاع ممنوع التدخين وراهو هو هز قارو يتكيف كي يجي واحد داخل مثلا يقول له طفي الدخان واش راح يقول له راح يقول له مشي تلعب على روحك كيفاش انت تقول لي طفي الدخان انت مشعل على القارو تقول لي طفي الدخان نفس الشيء فيما يتعلق بالقانون آه نفس الشيء تا الدستور تبول عليه دستور تبول عليه أقدرت قانون قال باللي راه قال وسمو تحدد انت عهدتين وانت راك تحوس على الخامسة هذا المواطن انت دوك لما تحكي له انت يا دوك دوك انت راك درت العهدة الخامسة هاي وسمو راه لويزا حنون في العهدة الخامسة ها هو جاب الله في العهدة الخامسة ها هو ذاك ها هو ذاك ها هو ذاك راه كلها تروح انت في المجلس الشعبي الوطني راهو كاين اللي راهو في العهد الخامسه تروح انت حتى اللجان الدينيه تلقى راهو رئيس اللجنه الدينيه من من حياته سمو لماذا بهذا الطريقه انت انت راك ماكش دير في التجديد راك تكرس في الامر الواقع وبهذا الطريقه انت ماكش تحوس على التداول على السلطه وماكش تحوس على التغيير هذا التغيير باش يديروه هاك تشوف انت يا ما انت اوباما اوباما زوج عهدات زوج عهدات وقال لهم باللي انا الدستور يمنعني باش نترشح خلي وجوه جديده واش قادر هو يعدل الدستور ولكن على باله باللي راهو في الشعب ما يقبلش فهمت هناك تشوف السيد ميت وهو يقول لك يا هل ترى الجزائر راه محتاجه على جلبش هي تزيد ترى نتاع بوتفليقة واش الشيء اللي درته انت في العهدة الرابعة هذه؟ هاي قال العهدة الأولى راهم كانوا جنرالات وكانوا هما اللي متحكمين وكانوا، العهدة الثانية قال ودي الله غالب انت الظروف وكذا تقتضي على جل باش انت تدير، اوكي كملت العهدة الثانية لو كان انت في العشر سنين هذيك كان قادر انت تستعين بشخصيات وطنية. كان حمروش كان احمد طالب الابراهيمي كان مهري حي كان نائت حمد حي الى غير ذلك من الشخصيات كاين حتى بعض الشخصيات اللي هما من المفجرين تاع الثوره كانوا مازالوا احياء مثل عمار بن عوده هذاك مثل شخصيات اخرى كان قادر انت تستعمل هذه الشخصيات الوطنيه وتقدر انت تمشي بالجزائر الى الامام وقال في الجيش انت يا راك قادر مثلا تنحي شخصيات من, من الجيش وكذا ودير قال سيدي ما كفاتكش ولعبت على الدستور وبلت عليه العهدة الثالثة ما كفاتكش العهدة الرابعة ما كفاتكش ودوك تحوس على الخامسة او وراك رايح تحوس تموت رئيس ويخلدك الشعب راهم ميجيو ناس اذا كان داروك ستاتي يرحيوه يوليو يديروا واحد ثم يبول عليك نوليو نتكلموا بهذا الكلام دير ستاتيو يجيو ناس من وراك ويديروا ستاتيو نتاع واحد يبول على بوتفليقه ستاتيو وي على على بوتفليقه والله على القايد صالح والله عليك مكل تحوسوا تربيو شعب على الاستعباد كان المواطن الجزائري لما يشوف الناس في المغرب لما يشوفوا واحد ينحني للملك دايرين به سبيتش دوكا شفناهم ولاو ينحنيو البوت في الليقع. بصح الجزائريين مش كلهم هكذا جزائريين فيهم رجال لا داخل الجيش والله في كل المستويات وانا على يقين باللي يجيو النهار اذا كان كملتو كيما هكذا قاسم من بالله غير يدوسوا عليك كي انت اللي راه معاك هذا شعب الجزائري خشاو من الغضبه نتاعو والله العظيم يا الشعب الجزائري الى تحرك غير الحلف الاطلسي يرحيه احذروا من الغضبه نتاع شعب الجزائري فهمت راهو خاصه الشباب هذو والان الناس راه ما بقاش كيما بكري رأى الناس الان تستعمل في الفيسبوك وتستعمل في اذا كان قدرته في وقت سابق الطنه هذوك الناس الاميين وهذا دوك الناس راها تقرا راها في الجامعات راها في الخارج والله العظيم لو كان يتحركوا غير الناس هذو اللي راهم في الخارج الناس اللي راهم في الداخل قال راه واحد يحوس على الشهريه نتاعو والله لو يتحركوا غير الناس اللي راهم في الخارج هذا الطلبه نتاع الجامعات وهذه الاطارات اللي راهم في الخارج يو يتحركوا غير فقط على الانترنت قسما بالله العلي العظيم نرحلكم. اتفضل عيسى ومعذره. يا في الحقيقه نوردين. اسمع في الحقيقه في الحقيقه نور الدين الشعب هذا الشعب نتاعنا احنا الجيش الاخر انت من هذا الشعب فلا تتنكر له. سمعت واحد المحاضره تاع واحد جزائري خطره. يحكي انت من هذا الشعب فلا تتنكر فلا تتنكر له يعني كلام مليح يعني الله يبارك كما تقول تا كاين كاين شباب واعي شباب قيمه يعني تقول هذا من الجزائر ما خافش وكأن شباب اخر تقول نحطوه في المقصله بها يعني كاين هكا وهاك بصح حنا الشعب بقى نقول كلمتي برك باقي لا هذا آه الشهر الجاية والله هذه الانتخابات الرئاسية هي اللي راح تثبت يا نكون أو لا نكون كشعب يا يجينا رئيس ونلقاو رئيس اللي مشينا البلاد ونخرجوا بحلول وتوافق ومصالحة ونخدمو البلاد وإلا لنا واحد كالسيسي واللي يتحرك يلوحو في الحبس واللي يهضر وما معاه كل تربح هذه هي يا نكون أو لا نكون وانت قلت كلامك الكلام كلي اللي قلته انت لخص فيه كل شيء وربي يعاونك يا نور الدين ويعاوننا وان شاء الله نلقاو رجال بعد الجزاء شكرا للاخ المهم الاخ اللي قبل كنت في, في القائمه راني الان ما لقيتش <applause> ما تقولوش بوت في اللقاء قول سيدهم سليمان <applause> ما فهمتش واش تقصد المهم اذا كان فيه اخوان زيد نعاود نفتح لكم المجال ربما كش ما تزيدوا ديروا تعليقات والله ونختموا هذا البث هذا الاخ حسان اذا كان اسمه اذا كان الشعب تحرك راني في الخارج الاخ خالد اذا كان تحرك الشعب الاخ حسان اذا كان الشعب هو موش موش معني بالامر بطبيعه الحال هما هاد الناس راهم رايحين يواصلوا في القضيه نتاعهم فهمت ولكن التاريخ ما راهوش رايح يسامحهم هذا الناس اللي راهم في السلطه لا سيما اللي راهم في مؤسسه الجيش هذا الناس سيكتب عليهم التاريخ فهمت سيكتب عليهم التاريخ بصفحات سوداء لانه اتيحت لهم الفرصه وما عرفوش كيفاش يستغلوها اخرامي نفس الشي نفس الاشكال اللي راهو عندك راه عندك مانع في الهاتف نتاعك فهمت هذا الناس اللي راهم في السلطه لا سيما في المؤسسه نتاع الجيش راهو رايح يكتب عليهم التاريخ صفحات سوداء لانهم تواطؤوا مع هذا الناس في السلطه وراهم هما يساهموا في تمديد الوضع وفي تمديد هذا النظام الفاسد هذا النظام اللي راه منه راهم يعترفوا بلي هذا النظام راه فاسد النظام اللي راه وصل للشعب لهذا المستوى شوفوا ترى مع <applause> عبد الخالق فهمت ها وراء المشكل راني عايش في الخارج واخبط راسك السلام عليكم ومن بعد وعليكم السلام مرحبا بك الاخ عبد الخالق كيف حالك وعليكم السلام من يسمع فيك تفضل الحمد لله وشركته الله يبارك فيك يعني الله يبارك فيك استاذ بالنسبه الى الموضوع تاع الحلقه انا اظن انه يعني النقطه الاولى وهي مرحله التقييم مفروغ منها لانه الشعب يعني قد راى بام عينه ماذا حالت اليه الحاله الان في البلاد من الرداءة ومن سوء التسيير ومن استفحال مظاهر الفساد وحتى المواطن أصبح بفضل هذا النظام أصبح مشارك في عملية الفساد وفي عملية الرداءة سواء يشعر أو لم أو لم يشعر فالحاجة الأكيدة أننا بحاجة إلى تغيير وأننا بحاجة إلى تحرك وعلى كيما نقولوا حنا الناس هذه اللي عايشه في الانانيه الناس هذه اللي يقول لك مثلا انا خدام وني لاباس عليا ما نتجاش في هذه الامور وخلي النظام هذا يخدم خدمته حتى لو كان مفسد راني نقول لهم باللي وقت لا سمح الله والجزائر تذهب في الهاويه وتقول يا ليتني ويا ليتني وتقول كانت الجزائر فبالعمل الموحد العمل المشترك الذي يمشي فيه الجزائريين ويتحدوا تنهض البلاد من جديد وتزول الرداء بإذن الله تعالى وبالدعاء أن الإنسان يعني بعد ما يفعل الأسباب طبعا يفعل الأسباب الصحيحة يكثر الدعاء أن هذه البلاد كما نقول إحنا يحكم فينا الله سبحانه وتعالى خيارنا ويبعد عنا شرارنا لكن بعد الأسباب الصحيحة هذا ما يتعلق في المداخلة عندي سؤال إذا سمحت لي أسمع فيه أستاذ نعم تفضل ألو أنا نسمع فيك تفضل الله يبارك فيك قلت عندي سؤال وهو كيف كما كي نقولوا احنا أصحاب الـ الرأي أو يعني كما نقولوا احنا الناشطين في وسائل التواصل وغيرها يسيطروا على الـ هذه الاحتجاجات التي قد تقوم وينظموها وتصير منظمه ويصير هناك عمل مشترك يعني، ما تصيرش يعني احتجاجات هوجاء هكذا ويستغلوها بعض القوى الخارجيه وبعض الذين يريدون زعزعه البلاد في الداخل يعني، كيف تتم التنظيم يعني؟ شوف نقول لك هو في الداخل، داخل النظام بالمرصاد. داخل النظام بالمرصاد عندهم الوسائل وعندهم الامكانات عندهم القنوات الفضائيه هذه اللي راهم يسميو فيها خاصه كلها تحت الرحمه نتاعهم بدون استثناء حاكمينها بالاشهار نعم فهمت حاكمينها بالاشهار الصحف نفس الشيء القضاء راهو تحت يديهم بالهاتف اللي يحبوا يسجنوه اللي يحبوا يدخلوه يديروا له ملف هاك فيهم مؤخرا كمال بوعكاز وهذاك مستر ابي والله وش يسموه والاخر 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 فهمت يديروا له ملف يجبدوا اي حاجه يجبدوها له ويطلعوه عندهم الجيش عندهم الشرطه بالتالي متحكمين في الوضع هما دوك الناس اللي راهم في الخارج من هذه الاطارات وهذه الكفاءات هذو لازم يجمعوا هذو لازم الان ينشئوا صفحات في الفيسبوك لازم ينشئوا صفحات في اليوتيوب ولازم هما يديروا البث المباشر مثل ما راني ندير انا يتكلموا ويوعيوا الناس كاين الناس اللي راهم درك هما يقدروا يوق... ايضا يكون فيه تواصل بيناتنا تواصل بيناتنا وين انه نوصلوا هو انه تعقد فيه لقاءات يا سيدي اذا كان ما قدرناش نديروا لقاء في سويسرا والله نديروا لقاء في بلجيكا ماناش قادرين حنا نديروا لقاء على السكايب ماناش قادرين نديروا لقاء على الفيسبوك تلتقي هذه الكفاءات وتلتقي هذه الارادات والشعب راهو يحتاج موجهين راهو يحتاج ناس ثقه يحتاج ناس اللي راهم فعلا هما يحوسوا على الخدمه نتاع البلاد درك الشعب الجزائري لما يلقى ناس ويثق فيهم فيما بعد راح يمشي وراه رايح يصنع المعجزات وحتى الناس اللي راهم داخل السلطة ناس راهم داخل الجيش وداخل الشرطة نفس الشيء ما لقاوش ناس اللي يثقوا فيهم ناس اللي فعلا همهم هم البلاد فيما بعد يتحركوا فهمت تعاك تشوف مثلا آه يعني كمثال فقط كمثال شوشان يعني كمثال برك ماشي شوشان تاع درك شوشان اللي كان في التسعينات نعم فهمت ماشي شوشان تاع دوك اللي راهو يشوف القايد صالح ما نشاف رانا نحكيلك على شوشان اللي كان في التسعينات شوشان نعم. كان في تلك المرحله هو راهو قالها وقالها لي انا لو كان يلقى هو درك في تلك المرحله الناس اللي هما يتحملوا المسؤوليات نتاعهم كان قادر هو فصيله برك فصيله نتاع الكوموندوس يروحوا يحكموا النزار ويرحيوه ويخرجوه كاشير فهمت نفس الشيء الان نفس الشيء الان راه الناس موجودين في الجيش لو كان يلقاو فعلا الناس اللي راهم هما قادرين يتحملوا المسؤوليات نتاعهم وفعلا الناس اللي هما يحوسوا على الوطن وعندهم تاثير على الشعب انا متاكد وعلى يقين من انهم يستطيعون هذا يهزوا بوتفليقه ويحطوه فوق مقام شهيد يحطوه ثم يخليوا عليه هو القيد صالح فهمت ولكن للاسف الشديد انت لما تشوف انت ناس وشو يروح يتبع لك هو بن حمو يتبع لك هو خالد بونجمه ولا يتبع لك هو ما, ما كاينش ناس اللي راهم هما في المستوى قادرين بالاضافه الى انه كاين شخصيات اللي درك هما لو كان قدوة مثلا يقول حراك في الخارج فهمت حراك نتاع الناس من الاطارات هذو اللي راهم درك هما مهندسين وباحثين ويكون فيه حراك فعلا هذه الشخصيات الوطنية اللي راها معروفة قادرين أنا متأكد وعلى يقين أنه منهم اللي راه رايح ربما يلتحق ولكن كاين الناس اللي هما ذرك هما راهو هو صانع الإعلام فقط صانع الإعلام بالك باللي أنت شخصية وطنية ولا هو شخصية وطنية هذه الشخصية الوطنية هذا اللي هو كيما نقولوا يتحكم فيه الباسبور الدبلوماسي والشهريه والبرستيج هذه الشخصيه الوطنيه اللي هو الشعب يتمرّد هو ما يتحركش هذا الشخصيه الوطنيه اللي هو الدستور يبولوا عليه هو ما يتحركش هذا واش من شخصيه وطنيه هذا يسميوه السربيته الوطنيه ويسميوه النشافه الوطنيه هذا مش شخصيه وطنيه الشخصية الوطنية هو الإنسان اللي يقف مع الشعب نتاعو وهو يتمرمد اللي الشعب يصرخ ليل نهار هذا الشخصية الوطنية اللي هما الحراقة يموتوا بالعشرات وبالمئات وما يتحركش هذا تسميه أنت شخصية وطنية هذا سربيته وطنية هذا النشافة وطنية فهمت هذا النشافة الوطنية هذا الشخصية هذا اللي هو يأثر على باش يكون عنده باسبور دبلوماسي وطالع وعنده بي في الطياره في الاير الجيري طالع هابط وكذا في, في من كل في كل يوم في بلاد وراه هو يخلص بالعمله الصعبه وقاعد ما يهموش وينتظر من انه الشعب يتحرك باش هو يجي يركب عليه باش يصير رئيس على ظهور الشعب لكن هو انه يتحرك وهو انه يضحي كاين الناس لو كان جو هو يخمم في الشهريه نتاعو لو كان جا ذوك مثلا مثلا واحد كيما شوشان اكزومبل قال مثلا هو لو كان هو ارتضى على باش هو يخدم كيما راهم مخدمو ناس راه هو حافظ على الموقع نتاعو وراهو قاعد راهو بالك دوك راهو جنيرال والله حسين هارون لو كان هو ارضى لو كان راهو بالك راهو جنيرال والله كان الناس لو كان رضاو وراه وزراء ولا راهم على الاقل يعني راهم قال مثلا رؤساء دوائر فهمت لكن هو ما قبلش ما قبلش لو كان جات الناس راه هي تفكر بالتفكير نتاع هذا الناس هذو انه كل واحد راه خايف على الموقع نتاعو لو كان ما تحركتش الناس الناس اللي هما نهار داروا ثوره باش داروها داروها لانه قدموا الانفس نتاعهم هي اغلى شيء قدموا الانفس نتاعهم وضحاو من اجل على جال باش تعيش الجزائر حره وسيده لكن جو هذا المرخص وهذا الرخاص حبهم هما يذلوا الشعب الجزائري <applause> هذه الشخصيات هذا المفترض اذا كان هذا الناس ما تحركوش اذا كان وصلوا شرفاء البلاد اول شيء يبداو ان الشهريه نتاعهم هذي نتاع وزير نتاع رئيس حكومه هذه تروح يبداو بهم هما الاولين وهذا النواب كيف كيف تروح الشهريه نتاعهم فهمت وتروح للخزينة نتاع الدوله ما هذا قاعد حاكم لي باسبور دبلوماسي وطالع هابط في الاير الجيري وراه يدور في كل يوم في بلاده شعب يتمرمد ناس تموت افواج وجماعات وما على بالهمش اذا في فيما يتعلق بالسؤال تاعك هذا الناس اللي راهم موجودين في الخارج من 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 الشباب ومن الكوادر ومن الكفاءات اللي راهم موجودين في الخارج هذو يتحركوا يتحركوا يا سيدي بينوا الرؤوس انتهم. والله انتم ثاني تحوسوا غير راكم عايشين ولا بس عليكم ودايرين سيتياسيون على رواحكم وما يهمكمش في الشعب ما يهمكمش في الشعب سيدي خموا على البلاد خموا على الشهداء اللي ماتوا فهمت ماكش تخمم انت على الشعب ماكش تخمم على هذه الوجوه المذلوله خمم على الناس اللي ماتوا من اجل الوطن الناس راحت ضحات بشبابها ضحاو بعائلاتهم وراحوا هما ماتوا من اجل على باش تعيش الجزائر حره سيده ما قيمته هو انك سكنة ودير سيارة ودير كذا والجزائريين يتمرمدو إذا أتمنى هو أن راني أجبتك للسؤال تاعك الأخ عبد الخالق شوفوا مع الأخ هذا لعل الله يقدر يفوت هذا راني دخلتك الاخ السلام عليكم استاذ باز وعليكم السلام ورحمه الله أه الاسم نتاعكم اللي راك تكلم فينا ااا ماغنو من الجزائر بون الاسم نتاعي شويه ما باسكو انا في اطار في السلك القضائي و الل... مرحبا بك اخويا ما فيش مشكل يعيشك يعيشك استاذ استاذ أه. ال... يعني شوف لي كومونتير برك واش قاعدين يحكيو أه بالنسبه للناس اللي قاعده تتفرج فينا والناس اللي قاعده تسمع فينا وكل شيء انا يعني مع كل احتراماتي يا استاذ وصلنا لشيء في البلاد هذه انك حاشاك يعني وحاشا كل مستمعين انك تاكل باقيطا خبز بالفرنك تخرعها ب 3000 حاشا حاشا السامعين نعم والناس تقول لك الدنيا لا باس وبوتفليقه ولا باس والدنيا ولا وراك تحكي من فرنسا ولا راك تحكي من اي دوله في العالم نعم اسكو استاذ اللي راك في الجزائر درك تقدر تحكي بحريه و وترونكيل ونورمال نعم. جاوب جاوبني استاذ اسكو تقدر تحكي هذا بحريه ولا شوف نقول لك الاخ الكريم انت ما تعرفنيش يا عيشك انت يا ما عيشك. تعرفنيش انا يا باش يكون في علمك لا 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 معليش معليش يا عيشك شوف ها. انا يا في الجزائر كنت نتكلم في الجزائر يا عيشك وكنت معارض مع في الجزائر سيد. ما, ما نحكي عن الناس نحكي عن الناس اللي بعدين اسمح لي استاذ السادة أنا من المعارضين وأني ما أكفان. أنا من لا. المعارضين وأني معاك 100% في الشيء اللي تقولوا سينو ما كنتش نتبعك أنا نحكي على الناس اللي واش قاعدة تقول هنا في لي كومنتير اللي ما عجبوش الحال يا أخي ما يتبعش وخلاص لا, آه. لا 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 هذا شوف نقول لك آه. كاينين منهم من الناس شك. اللي هما آه. كاينين الناس اللي هما شاربين الذل واش راح تنتظر أنت من يا إنسان يا عبد عليه واش راح تنتظر منه يا عيشك السيد يا عيشك هذو شك. شاربين الذل هذو هو أنت لما يتكلم أنت يقول لك أنا راني نتكلم من الخارج، بوتفليقة وين كان؟ هاي بوتفلقة بوتفليقة هذا <applause> الرجلة، بوتفليقة هذا البطل تاعهم وين كان؟ وين كان في التسعينات؟ كان كيف <applause> جبان؟ كان متخبي في الإمارات وكان متخبي في سويسرا. وين كان هو في التسعينات؟ هو نهار اللي يعني وصلنا لواحد اسمع جاوليه شوية اسمع اسمع يعني يعني وصلنا لواحد الذل وصلنا لواحد يعني اي خويا يحطونا يحطونا كادر نتاع بوضياف وخلاص نسرفقوا عليه يديروه رايس يحطونا كادر نتاع بوضياف وخلاص نسرفقوا عليه نديروه رايس في الجزائر آه. انا في التسعينات كنت في الجزائر انا خرجت نهار جابوا تفليقه للحكم انا خرجت هذا اللي راهو يتكلم أيوه. انا في التسعينات لما كان الرصاص يصيح كنت في الجزائر ولكن نهار وصلت أيوه. الوحدة المستوى انا في البدايه نهار اللي خرجت الشيء اللي خرجني صح كانت فيه تهديدات وكانت في وسمو ولكن كل هذه الاشياء اللي هي نقولوا مثلا ساهمت في الخروج تاعي لكن الشيء يعني الوسمو لما نهار شفت انا الحاله نتاع نتاع الاسره وشفت الوسمو عرفت باللي الجزائر راهي رايحه بيت فهمت تشوف انت يا انت يا إيه شوف انت ناس فهمت الناس اللي انت يعني تموت تموت من اجلهم ومن بعد يجي هو يسبك هاك تشوف انت انت راك تدافع له على حقه حشاك حاشاك مثل الكلب ايوي. هذاك تنحيلو في القراد ويعظ فيك اي وي والله وصلنا لواحد الانحطاط يعني إستاد يعني ما والله كما يقول راني غالبول والله فريمون راني غالبول صح صار لواحد الانحطاط يعني ما فهمنا شعب هبل ما فهمناش يعني حاشا حاشا حاجه لا, لا يظهر لي شعب هبل والله يظهر لي شعب هبل انا صارت لي صارت لي ازمه ازمه والطول تاع الازمه لحقت الناس لواحد المستوى وين انه فقدت الثقه وصار الانسان يشوف الخيال تاعه حكيت انا مع واحد الاخ في مره سابقه يشوفوا بنو بنو تحرق يقول لك هاي البلاد فهمت تسمى الناس لحقت الدرجه تاع الفوبيا هذيك تالي انت هذا انا اللي يكلمني انا يقول لي انت راك تتكلم من الخارج صح انا راني نتكلم من م. الخارج دوك انا نطفي البث المباشر هذا خليوا الناس في الداخل يتكلموا اخويا اني اني نحكي من الجزائر اني نحكي من الجزائر اني نحكي من لا الجزائر لا لا خلي الناس يتكلموا آه. خلي الناس يتكلموا احنا ماذا بينا احنا احنا ما قلناش للناس روح تكسر ولا روح خرب ولا روح دير ولا احنا ماذا بينا حاجه انتقاليه انا ما نكذبش عليك انا كنت وصل 2019 الجزناف هذه ويصل الفوت هذه نحس في روحي حمار في الجزائر اني حمار باسكو الناس قاعده تضحك عليا حتى ولو كان ما فوتيش حتى ولو كان ما فوتيش وما راحش نفوتي بصح ما شعب ومحسوب على الدوله الجزائريه اني حمار والناس تضحك عليا كيف يا يا ربي هذا سيدنا سليمان بكري قلت لي ما فهمتش الميساج اللي كتبتي لي سيدنا سليمان هذا باش الناس خايفه منه ما هو سيدنا سليمان خويا نضج قاعد فضينا السلام درتي الاولى الثانيه قلتي راح تكمل المشاريع تاعك ما على باليش كيفاش فضيتي خلاص السلام عليكم حبس الراجل كيد ناباوه كيد نابينو يخدموا به والناس كل على بالها اللي في الداخل واللي في الخارج انسان راهم كيدنابي في قصر في المراديه ولا ما بشوي، مكيدنابي محطوط تما ويخدموا به على بالوش واحد على بالو ولا كيدنابي ولا والو ولي هما راهم يستعملوا في الاسم نتاعو ما لقاوش واحد اللي هما يخدموا م... به ما لقاوش واحد اللي هما يخدموا به راهم كيدنابي حاطينو تما مكيدنابيينه تما في نص البلايص يخدموا به وخوه خوه دمه ولحمه هذا واحد اللي هذا واحد اللي ما ربحش الخير في خوه كيف راه يربح الخير في الشعب الجزائري. كيف راه يربح الخير في شعب الجزائر هذا خوه قاعد يخدم بها علميا علميا الواحد لما يصرى له هذاك الحاله اللي صارت له هو يصير معاق علميا هذا الا كان يصير ما يصير, يصير معاق هو من نهار اللي صارت له الحاله هذيك داروا له لا ريديوكاسيون رانا شفنا تحسنت الحاله نتاعو الى حد ما عقبوا به نتاع كنت على المجلس اسمه هذاك نتاع القسم هذاك فيه اربع كلمات فيها زوج دقائق ولا ميم با وبسلمه بالعافيه يا سيدي خرجوه يا ساده ساد سيدي يحطوه على المباشر يحطوه على المباشر يدير جمله مفيده وما عليهش يروحوا نبوطيوا عليه يدير جمله مفيده برك وما عليهش وحنا غالطين في حقه يروحوا نبوطيوا عليه يدير جمله يا مفيده سيدي جمله ما مركبه جملة ها ما يتكلمش جمله مركبه من خمس كلمات آه برك شوف ما يتكلمش نقولوا باللي الراس نتاعو راهو يمشي ها آه يا سيدي راهو يمشي الراس تاعو وراهو راهو وزمو خلي سيدي ما يتكلمش راهو يمشي للولايات راه روح يمشي للولايات راك عندك مشاريع راهم في الولايات روح امشي للولايات خاطر عارفين باللي اقصى شيء هما يهزوه من زيرالدا يحطوه في في تاع قاعه المؤتمرات هذه يعني روح مشي الولايات روح تحرك بالولايات امشي خاطر على بالهم باللي تفضح راه من البوتيات ديرهم من ورا يا يا سيد يا سيد يا سيد وراه يا سيد هذه حاجه هذه حاجه كبيره يدي بلاصي من ولايه لولايه من مورا ديال مولي 90 يوم وهم يحضروا ماشي ماشي بعيده من المراديه الموليمون يقعد يقعد 90 يوم وهم يديروا في التحضيرات وباش الناس كيفاش وباش يشوفوا في اللحن. يا ما حيرونا حتى الناس حيرونا وما من اللي يجي عنده اذا ما من اللي يجي عنده زاير من برا يجي عنده يقابل كادر يا تبهديله كبيره والله يا ست تبهديله كبيره والله ما قدرنا نحمله والله حتى قاشي كنت منبر هكذا باش نحكيو مع بعضنا نفرغوا قلوب بعضنا الناس ما مخليتناش يعني عجب والله غير عجب المهم السيد انا ما نطولش عليك خلي الناس اللي ما عنديش مشكلة المطلوب استاذ المطلوب لازم تغيير يا استاذ لازم تغيير استاذ تغيير سلمي تغيير الناس تفيق مع روحها الناس درك هذا هو الاشكال كيفاش ما عصابه 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 اللي ما قادر لا حتى واحد وما قادر حتى الناس لازم تحط اليد في اليد الناس لازم تحط اليد في اليد الناس دي سي دي ما يديش صراحه والله راه معول الناس اللي راهم في البرا واللي <applause> راهم في الخارج <تصفيق> <تصفيق> والله, والله يا استاذ كاين يتحرك في الداخل قسما بالله استاذ في, في فرنسا وفي بريطانيا وفي كندا أسان ألمانيا أسان وفي المانيا وامريكا استاذ حتى والله لو كان يتحركوا غير شوف غير نصنعوا المستحيلات والله يا استاذ تشوف انت تشوف العجب الناس راهي تسوي سيدي في الكازيرنات يا استاذ الناس راهي تسوي سيدي في الكازيرنات الناس راهي تايش روحها في القناطر الناس كل يوم تخرج في في البوطيات تخرج في ال... هذه يعني ما شافوهاش ويزيد يقول لك الجزائر تفا بيان اوني لوان داتر نورمال استاذ والله اوني لوان داتر نورمال قسما بالله يا الشعب هذا شو واش ما 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 فهمتش والله ما فهمتش ايه هي طول المده طول المده نتاع الازمه طول المده نتاع الازمه والناس فقدت الامل ولا ما تثقش حتى في العائله نتاعها ما واحد فيه خور. ما يثقش في خوه الناس فقدت الامل فقدت الأمل وصاي. توك هذه الشباب هذو اللي راهم درك يخرجوا، هذو راه مازال فيهم عرق ينبض. فهمت؟ هذا اللي راه درك هو خرج خلاص صار آآ آآ ما يقدرش يتحمل خرج. وكاينين الناس اللي راه مازال ربما عندهم قوة التحمل. فهمت؟ المهم أنا نقول لك شخصياً يعني شفت يعني من خلال التواصل نتاعي مع مئات الناس هكذا. اللي يتواصلوا معايا سواء عن طريق الفيسبوك ولا الاجهزه المختلفه يعني هذه تاع التواصل هذه في الفايبر ولا سكايب ولا كذا يعني يتواصلوا معايا خاصه هذول اللي راهم موجودين في الخارج مرات هو انه كاين بعض الاخوه يروحوا قبل ما نكون نتكلم معاه يعني كل ما يكون في الخارج يتكلم معايا بشيء لما يهبط للجزائر ويجي ما يقدرش ما يقدرش يهضر معي حتى يقعد مدة يقولوا مثلا عشر أيام ولا خمستاش يوم ولا ويعيط لي ومن بعد كي تتكلم معاه تلقاه في وحدة النفسية منهارة ما تقدرش تصورها إحباط على بالك كتير نقول له أنا وشي هذا والله غرها وكاين واحد الأخ ويسمع فيا راهو في كندا شوف حاول عدة مرات باش يهبط يروح ديفينيتيف راهو yeah. يسمع فيا عدة مرات وهو يحاول يهبط ديفينيتيف واحد اخ ايضا في بريطانيا نفس الشيء yeah. ومن بعد عاود رجع ديفينيتيف قال <applause> لي قال لي خلاص قال لي حاول قداش من مره كاين واحد حتى مسكين روح لما شويه نتاع الدراهم هكذا خدم قدام من سنه وهو ويلم في الدرهم نتاعو وهبطوا لعبوا به يعني انتهى إيه. ومن بعد عاود رجع عاود رجع قال لي خلاص بي. صايره السعد دي صايره والله منك والله ما والله ما نكذب في حاجه هذه على بالي صايره على بالي صايره تا واحد يامن في البلاد يحوس يروح يستثمر في البلاد ويخدم في البلاد يلم دراهمه يك... من بعد يروح يلفها ل... يجي واحد يلموا ياكلوا و... هنا ياكلوا هنايا ويروحوا فهمت البلاد حاشا استاذ والله البلاد حاشا والله العظيم انا شخصيا شوف قداش تغيير الذهنيات تغيير موجودين في الخارج يقولوا لي باللي ودي راك تضيع في وقتك وراك تكسر في راسك مع هذ الناس راهم راهم كذا فانا نقول لهم باللي راهم راهم غايضيني الزواليه فهمت بل... غايضيني الزواليه غايضيني الناس اللي راهم عندهم في فيسبوك والله صا ما في بليزير والله صا ما عنده لا فيسبوك ولا عنده سكايب هذا اللي راهم غايضيني صح صح ما لقاوش الناس اللي يهضروا عليهم وما لقاوش الناس اللي راهم يسمو ثاني انا كنت جيت راني نفكر في روحي ما نتكلمش خلاص اصلا واش داني انا ندير مفصل عمري يعني. انا أيوة. مضيع على داري أيوة. وعلى اهلي مضيع عليهم فرص وكذا وانت أيوة. تشوف انت في فرنسا أيوة. ودير انت الله يفوتك كل مجمعه راه دير في النوفا في الجزائر فهمت راه دير آه في لا والله غير عليها استاذ استاذ والله غير تاجر عليها, آه عليها. كاين الناس اللي محتاجه هكذا والله كاين الناس اللي محتاجه الناس تيسبريمي يعني الناس تحكي ما... أو ما ينقص عليك الضغط تاع النهار اللي تعقبوا في النهار هذا كينقص كي عليك الضغط كي تريح هكذا حتى ولو كان جي مينيت ولا وما ترقد على أصبرك والله حتى ولو كان حنا نشوفوا في العوج حتى ولو كان نشوف بس على يد واحده ما تصفقش يد واحده ما تصفقش استاذ لازم لازم نكون مع بعض

استاذ عندي حاجه انا المعارضه هذه اللي قعدت 25 سنه وهي تعارض ما دارتش حل ما تسماش معارضه نحكي لك اللي في نص أزو البلاد ماشي اللي خارج البلاد, أزو أزو البلاد. أزو انا انا واحد معارض ها آه. معارض 25 سنه وانت راك تعارض وما قدرتيش تعارض ما على اصلا على واش راك تعارض يد في الجبهه ويد في اللصاص كما يقولوا بكري هذه <applause> هذي هذه اللي راه <applause> هذه هي راه ما كيفاش يعجب يا ربي الناس الناس تخرج الناس الناس تخرج في اللي إيه؟ واحد يخرج في بوطي يقول له علاه خرج يقول له باسكو يسالوه تالونساج نو ماشي باسكو يسالوه تالونساج انت اللي يسالوك لونساج انت راك في البرلمان قاعد تحكي انت جابوك باش تحكي على الشعب وليتي تحكي باسكو يسالوه لونساج يعني هذا انسان تستنى فيه يروح البرلمان ولا يدير لك حل ولا يهضر باسم الشعب ولا يروح واحد اللي يحكي هيك على شعبه على الناس انتخبته باش يروح يحكي يحكي على مشاغلهم. صح. يولي يقول, يقول لهم يسالوه لونساج ولا يسالوه هكا. صح. الناس الناس كرهتها استاذ والله ربي يبقي السر برك. المهم انا شخصيا يعني دائما يعني, يعني اخويا يطرحوا اسئله هكذا فيما يتعلق بهذه القضيه نتاع التغيير، التغيير انا اللي مأمن به مأمن بالانتخابات الرئاسيه، يعني تكون هي كبدايه نتاع التغيير. مش البرلمانيه ومش البلديه الانتخابات الرئاسيه ولازم يكون عمل جماعي عمل جماعي على جل باش نحاصروا هذا العصابه نعطيك معلومه باللي كاين باللي كاين شوف ما ماشي نعطيك 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 استيماسيون برك باللي 50% في الشعب الجزائري راهو بور باش ما نقولوش خلينا هذوك معيشينهم الخمسين 50 الاخرى باسكو معيشينهم على هذه على هذه اللي ما يقدرش 150% في الشعب الجزائري راهو مضرور وراه كل كل باش باش تبدل متأكد. آه. متاكد ما حتى الناس داخل السلطه وداخل النظام وراهم هما يحوسوا على التغيير هذه متاكد منها ايوا وي. متاكد منها هما ذوك الناس المشكله وين راها هو انه الناس اللي عمروا العين ما كانش فهمت وي. ناس هذا خدموا في اللق. والله العظيم والله العظيم ماشي اشك فنحب نحب اشاك فون نحب نديميسيوني اشاك فون نحب نديميسيوني مي من بعد شكون راه يشوف ليك تجيبها في روحك تجيبها في ولادك شكرا راه يشوف ليك صح صح اشاك فون نحب نحب نديميسيوني يصراو حوايج هكذا في الطريق ما على باليش كيف تعدي تنحيلو له الكوارط ولا تنحيلو هكذا يقول لك على بالك وتندم وتندم صح صح وتندم بالكلمه والفعل تندم يندمك عليه، يعني يندمك على النهار اللي لبستي فيه الكومبا هذيك يا ربي يكون معاكم ان شاء الله فهمت ربي يكون يعني معاكم اش نقول لك يعني مش نحكي لك على التغيير التغيير من تغيير الاوضاع فهمت ماشي تغيير الاشخاص بوارا. انا تغيير الاشخاص ب... لا يعني لي يا... شيء فهمت أه... تغيير الاشخاص تروح انت تنحي بوت في اللقاء ب... وتجيب زيد ولا عمر من الناس وتبقى نفس الاوضاع انا ضدها انا مانيش من هذيك تاع واحد مع واحد كونطر واحد هذه انا انتهيت منها في تاع خلاص حوسوا على التغيير الاوضاع في البلاد بلادنا عندها خيرات عندها ثروات عندها طاقات مختلفه فهمت الطاقه شبابيه عندها طاقات يعني في كل مجالات تستاهل اكثر تستاهل شيء اكثر تستاهلش هي دوك انت واحد دوك يرحم باباك في كروسة صرنا مضحكه ومسخره لعالم كامل راهو داير بينا سبيتش أيوة. فهمت عالم كامل راهو داير بينا داير بينا المسرحيه حنا ونشوفوا حنا ونشوفوا السياده حنا ونشوفوا هانو الشعب انسان تسع ايام وهو في هو في 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 انبوب كما يقولوا واش تسنى إيه؟ منه كون جا يخرج في ليلته كون جا إيه؟ يخرج في ليلته ايوا هزوه هزوه زوالك هزوه عوض ضوا انه قال مثلا تشرح الجثه نتاع والله تلمون اللي على بالهم بالقاتل فهمت على بالهم باللي قتلوه وعلى بالهم باللي باللي واسمو العائله نتاعو كيف كيف متورطه ثاني عقبوها ونورمال روح مركي في الحيط اي ولا مات غير عياش والله ايه هذه عياش عياش غاز برك يعني السيد 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 كنت عياش غاز كنت نهار عياش قاص في نص هذاك يخرج في ليل في بلاصه في بلاصه في عياش كون يلقاو ثم الغاز الصخري ولا كون لحقوا حتى آه. ل 3 متر يخرج في ليلته في ليلته يخرج كي ظهر عياش آه. مسكين مات عياش والسلام آه. المهم استاذ آه. ما نضيعلكش وقتك آه وصافي آه. آه. بليزير والله الا العظيم ربي يبارك فيك خويا مرحبا بك في كل وقت يعيشك يعيشك كسات يعيشك كسات بارك الله في فيك يعيشك الساد يخليوك على خير شكرا وعليك السلام يعيشك ربي يبارك فيك صح أه... شوفوا ترى هذا الاخ خير الدين الملك لا يقدر يطلع اصبر الاخ عبد الخالق اصبر ترى نشوفوا ترى هذا مع الاخ خير الدين مرحبا بك الاخ خير الدين مساء النور مساء النور هادشي خبر واش راك الله يبارك فيك اخويا من راك تكلم فينا الاخير دي هاني يعني نتكلم نكلم فيك من قسنطينة مرحبا بك يا خويا وش راكم والله مرحبا قسنطينة ربي يبارك فيك يعجبني كلامك ويعجبني تعجبني وجهة النظر تاعك ربي مي... يبارك فيك لا دي طون شغل ساعات تهضر في حوايج نقدروا نقولوا عليهم بلي امبوسيبل يقدروا يتابليكاو مع مع المنطلية اللي راهي كاينه في لو هذا و... ومع الاوضاع اللي رانا فيها بس شغل الناس اللي راهي الناس اللي راهي يتخلطوا والناس اللي راهي شغل كيما نقولوا حنا حبات الحق ما... ما ما قدرناش ما قدرناش نفهم وليد الخفيه اللي اللي راهي تحرك من راس راس الستار ما فهمناهاش ما مفه... وش وش هو مثلا الاخير ده مثلا مثلا كيما دركا الصراع اللي راهو صاري في اعلى هرم السلطه ها اسكو اسكو دركا مثلا الاجنحه اللي راهي تتصارع نحوسو نفهمو مثلا الاعاز منين يجي الاعاز منين يجي ساعات مثلا تقول بلي هذه القوه هذه هي الغالبه ومن تظهر بلي هذه هي القوه الضعيفه ماشي كانت غالبه اسكو فهمتني ولا ما فهمتنيش فشو نقولك هنقولك الاخر ديت هو ما ذرك هذا بوتفليقة ما راهوش يحكم بروحه فهمت ما راهوش يحكم بروحه هو النهار اللي وصل هو اللي وصل للحكم وصلوه وصلوه الناس سكول. اصبرني اصبرني درك هما في تلك المرحله في تلك المرحله درك هذا الناس ما كانش قرار السيد في الجزائر قرار السيد 100% بالمئة. ما كانش هما مثلا قبل الانتخابات راك تشوف مثلا السفير الامريكي هذه الايامات او استقبل عبد الرزاق مقري او استقبل بن فليس او استقبل ديك او استقبل ذيك او درك هما لما يشوفوا راه الانتخابات قربت كاين قرار اللي هو خاطيهم قال واش راي امريكا واش راي فرنسا فهمتني أه. واش راي الشخص هذاك قال والله انا واش نقول لك انا الشخص هذا كان يشوف انا باللي المواقف نتاعو قال مثلا القضيه هذه نتاع الشذوذ مثلا يعني عنده فيها موقف سلبي قال القضيه هذه نتاع الاسلاميين عنده فيها موقف كذا قال كذا قال كذا, قال كذا سلام. يشوف سلام. هو باللي راه تسمى الشخص هذاك مرفوض فهمت شخص مرفوض سلام. هما ياخذوا الراي نتاعهم باسكو علاش هما لما انت كي تقول انت امريكا ولا فرنسا عندها مصالح راه عندها ابار واسمو راه عندها مصالح عندها شركات راه عندها يد عامله عندها صفقات عندها كذا عندها كذا بالاضافه الى انه هذ الناس اللي راهم حاكمين قال مثلا جهاز المخابرات قال الشرطه قال المجاهدين قال العمال قال كذا وتتلاقى المصالح كي تفقه على واحد يفوتوه قال مثلا <applause> 96 تفقوا على بوتفليقه يفوت بوتفليقه للأسف الشديد خرج الأخ خير الدين المهم الأخ خير الدين إذا كان تعاود تدخل عاود اطلبني برك ونعاود ندخلك المهم نكمل فيما التحق ربما يلتحق الأخ هذا خير الدين هما هما اذا قال هما شافوا باللي هذا بوتفليقه وراء جهه قال مثلا في المنطقه نتاع الخليج نعاود ندخله اخونا خير الدين خير الدين المره دي ما قدرتش يبدو هو انه كان مانع الاخير دين عاود اخرج عاود ديكونيكتي من ما تخرج من من الفيسبوك خلاص ماشي ديكونيكتي تما خرج من لا باج عاود غلق لي باج وعاود ادخل بالك لعن الله ان شاء الله تطلع مرات يكون ضعف تاع الانترنت والله عاود غلق لي باج وعاود ادخل نفس الشيء المهم في في انتظار هو انه يعاود يلتحق الاخ دين عاود خرج برك عاود خرج غلق لي باج وعاود قلت اذن هما لما تلتقي المصالح في سنه الف 1999 هما كانت بوتفليقة كانت معاه جهات في المن... في نتاع الخليج وبطبيعه الحال فرنسا ماهيش رافضه وامريكا ماهيش رافضه والجماعه اللي راهم في السلطه هما كانوا محتاجين على جل واحد ينفس عليهم لقاو بوتفليقه عنده جماعه من الخليج دعموه قالوا ودي نعطيوك قروض ولا كذا وقال الامريكان وفرنسا قالوا ودي حنا نسكتو عليكم فيما يتعلق بالصندوق النقد الدولي نصبركم شويه ولقا هو الفرصه هذيك هو الشي اللي ساعده ساعدته الحرب في العراق بحيث هو انه ارتفعت الاسعار تاع البترول وساعدة الأحداث تاع سبتمبر فيما بعد هو استطاع استطاع من خلال الأموال هذيك اللي دخلت هو أنه يستعملوها فهمت ولكن الآن راكم شفتوا شحال من ألف مليار دخلت وشوفوا الوضع نتاع الجزائر يعني هاك تشوف أنت لما تصير تشوف أنت ناس راهم يخدموا في مؤسسات نتاع الدولة وراهم يحوسوا على مخرج راهم يحوسوا على التغيير كرهوا كرهوا لانه ضغط نتاعهم ماك تشوف الاخ اللي كان يتكلم لك يقول لك باللي ناس راها صارت في في الجيش تنتحر علاش لانه راهو ضغط رهيب ضغط رهيب انت انسان انت تروح تخرج انت يقعد قداش من نهار هذوك مثلا الاخوه اللي راهم كانوا موجودين في المسيله في, تا يرحم مالدي في يرحم والديك راهو قاعد ثما من النهار وهو قاعد ثما في, في المسيله في وين في البير هذاك تاع عياش تحت الضغط تحت الضغط النفسي ما على بالوش به غير ربي وكاين بعض من الناس اللي هو انت مثلا في الفتره هذيك نتاع التسعينات يعطيولو كنز جور تاع تاع فهمت الضغط النفسي يشوف في روحه هو راهو يمارس في اشياء ما هي لا قانونيه ولا ولو بالاوامر بالتعليمات ويشوف روحه هو راهو في احتكاك مع المواطن والمواطن يشوف ليه انا دوك مثلا انت تروح انت الاداره هذاك الموظف نتاع الاداره هو راهو عنده تعليمات يخدم بها تروح انت تجيب وثيقه يقول لك اخويا ما كانش. لا ما كانش صاحبي يا اخويا يقول لك راح نقول لك ما كانش الله غالب واش راح نقول ما زيد عاود وقت والله وعاود رجع لي هو على باله باللي راهو انورمال بصح راه جاتو تعليمات ومن بعد انت كاين اللي ما عندوش وعي وكاين اللي راهو عنده وعي يقول لك اه نتفاهمك راهو الغضب نتاعو على السلطه ولكن كاين المواطن اللي ما يفهمش لماذا لانه لما يجي لك انت ما تخدملوش ويجي لواحد اخر تخدم هو يقولك لك باللي انت راك في البيستون راك تدي في, في الدراهم راك تدي في الرشوه ولكن هو ما على بالوش باللي الشخص الاخر ذاك راه ما عندوش التعليمات هذاك راه عنده ناس من وراه ولا عنده كتاف ولا كذا من بعد هو يولي غيظو الحال المواطن ويولي انت في مشاكل انت وياه وحتى هذاك الموظف يقول لك يا صاحبي كيفاش انا هذاك ولد شخصيه والله هذاك ولد فلان والله هذاك بعثوا فلان صافي نخدم له هذا المواطن الزوالي هذا المواطن المحروق هذا المواطن المقهور انا ما نخدملوش صافي ما لنا مالنا ويولي هو يغيظ الحل الحال هذه هي للاسف الاخ خير الدين راهو عندك مشكله ما قدرتش ندخلك أه مع على انا نشوف اذا راهو عندك صفحات اغلقهم اذا راه عندك وشمو فيسبوك هذا ايسي باش دير ميزاجور مرات يكون ضعف ضعف الخط ايضا وراني متفاهم راك في الجزائر راني متفاهم اذا كاين ناس راهم عايشين تحت الضغط هذا الناس اللي راهم درك هما اذا في, في السلطه بالاتفاق مع مصالح اجنبيه لما يقروا هما الشخص يعقبوه هما درك شوفوا من خاصه منذ اندلاع هذه نتاع ما يسمى بالربيع العربي هما خلاو بوتفليقه من اجل الاستقرار استقرار مش نتاع الجزائر استقرار تاعهم هما لخطر على بالهم باللي لو كان يحصل تغيير في الجزائر تغيير حقيقي مش بالسلاح تغيير حقيقي بالصناديق الشفافة هذاك الإرادة الشعبية ما تخدمهمش هما لما قال مثلا تغير الأوضاع في الجزائر عارفين باللي راه راح يكون فيه تأثير على المغرب عارفين باللي راه راح يكون تأثير على تونس عارفين باللي راه راح يكون تأثير على فرنسا بالتالي هما لازم تبقى هذه البقرة الحلوب هما راهم قاعدين والحليب يلحق لهم الفرنسا ويلحق لهم فهمتوا هما ذوك قال مثلا الماريكان يا هل ترى يخليو هذا سلمان ويخليو هذا الجماعة اللي راهم في السعودية يلحقهم من الماء زمزم حتى البيت الأبيض والله يجيبوا لك ناس اللي هما يقفوا بالشعب السعودي ويقفوا بكذا هما ماذا بيهم باش يخدموهم هذا الناس اذا هما الاراده الحقيقيه ما تخدمهمش هما ماذا بهم الناس اللي يخدموهم فهمت ماشي يخدموا الشعوب الناس يخدموهم متفق معك الاخ عبدو سيف سيف الدين والله الاخ الكريم شوف نقول لك انا هذه قلتها في في العهد الرابعة ولكن واش نقول لك صحيح هو أنه رانا كنا غاضبين وصحيح هو أنه راه الواحد كما قلت أنت وصل للموس العظم ولكن للأسف الشديد نفس الشيء الأخير خير الأخ هذا أحمد أحمد هاني راني طلعتك أتمنى هو أنه تفوز أحمد درويش هاي واخونا احمد مرحبا بك اخ احمد دير الكتمان الله يبارك فيك باش ما يتعاودش الصوت دير الكتمان وتكلم لانك لما ما ديرش الكتمان هذاك يولي الصوت يتعاود تفضل الاخ احمد مرحبا بك اخ احمد اخ احمد تفضل تفضل الاخ احمد تفضل يا الاخ احمد تفضل تكلم تفضل تكلم ولا راني مضطر اجي باش نخرجك نفس الشيء الاخ خير الدين المهم الاخ الكريم اللي كنت اخ خير الدين راني طلعتك المشكله هو انه ربما عندك ضعف في الخط نتاعك شوفوا ترى الاخ هذا اسماعيل لك لا ودي يقدر يطلع اذا هما هما كاين فيه مجموعه نتاع مصالح وشوفوا هما الشخص هذاك اللي. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك الاخ اسماعيل. لا خويا لباس لاباس خير. والله لاباس الحمد لله،, تكلم الحمد لله. لك. الله يبارك فيك، ومن راك تتكلم فينا الاخ اسماعيل؟ نتكلم فيك من ولايه البويره. مرحبا بك الاخ اسماعيل. وش الاحوال راك مليح اخويا نور والله الحمد لله، الله يبارك فيك. وش تكون الاخ اسماعيل؟ ما والله ما وش هو الموضوع تاعكم؟ آه موضوع ايه الموضوع كيما قريتو من الحكم تاع بوتفليقة إلى يومنا هذا. آه وا وش تقول لنا أنت يا وش هو التقييم نتاعك للحكم نتاع بوتفليقة؟ <applause> تفضل الأخ إسماعيل. اخ اسماعيل تفضل شوفوا ترى الاخ اخ خير الدين اسف جدا فهمت شوفوا ترى هذا الاخ مصباحي الاخ خلي ترمز الاسم نتاعك مصباحي من راك تكلم فينا الاخ الكريم علي الو علي السلام وعليكم السلام ورحمه الله من راك تكلم فينا الاخ أه... وش يا باري ان فرنسا نعم انا أه... لا... يا باريس في فرنسا اه اوكي ما فيش مشكله تفضل

مازال يسرق يدو ويد يدو, يدو يعني مي, مي وين رايح البلد وين رايحه البلاد وين انا ما في البلاد هذو امي في انا نشوفو هكا كيما واحد رايقم في جيبو ما على باليش الشاب ما على بالهمش كاع بالشاب ما همش... انا انا فقير انا يعني ما عندنا ما عندنا والو مي بصح هادي لا الخامسه ولي لي هذا تاع تاع الامازيغيه والعربيه مخلطه كاع في الجزائر ان شاء الله يجيب غير الطريق الصحيح سيتو فاصون نقولك ميرسي على اللايف هذا و ربي يبارك فيك صحيت <applause> أيضا شكرا الأخ الكريم ميرسي صحيت سيدي الأخ اللي قلت لي واش رأيك في هذا التحالف اللي دارته القوى الحية وشكون هذه القوى الحية تهضر <applause> لي على هذاك اللي داير باج في اليوتيوب هذاك والكلام نتاعو هاو يعاود في الكلام نتاعي اللي كنت نحكي فيه انا منذ سنوات الارمي هذو ما فيهم فهمت تاع الارمي هذو ان الناس اللي كانوا في الدياراس وكانوا في ال... هذو انا ما نثقش فيهم فهمت خاصه من هذا الناس اللي درك بانوا الان فهمت ربما نثق في واحد راهو في, في الجزائر اللي راهو مازال امبوست ربما نثق فيه اكثر من نثق من واحد اللي راهو دوك هو بعد ما هربنا عليه صار معارض هذو اللي راهم في الداخل ما خرجوش وراهم قاعدين على الاقل قال خايفين على البلاد وكان كذا وكان كذا وكان كذا وكاين ظروف لربما قال والله هذ الناس هذو ربما يكون عندهم صدى اكثر اما هذ الناس اللي هو خرج جاب له بعد خرج لعبها معارض او هذ الناس اللي راهم خرجوا دوكا بعد ما خرب مالطا ويجي بعد يلعبها لي وصار يقول لك باللي انسان معارض وصار كذا وصار بكري كنتوا مع هذا النظام واقفين معاه لما كان يكمم في الافواه ولما كان يمنع في الاعتماد نتاع الاحزاب ونتاع الجمعيات وكان 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 كان نورمال كنت لا باس عليكم تديو الشهريه نتاعكم ونورمال دوكا اخرج صير معارض فهمت المؤتمر هذا حكينا عليه اللي تحكي عليه منذ سنوات راه التسجيلات موجوده والكلام اللي رانا قلناه راه موثق فهمت روح شوف السيد هذا وقتها خرجوا وقتها هو دار تسجيل في اليوتيوب وعاد يهضر هو المعارضة ومع من يعارض عرض اللي مع زبيدة السول و... وسفيان جلالي كانوا في ال... اللا... كانوا في المجلس هذاك اللي داروه في البداية نتاع التسعينات الناس راحوا هزوهم العين مقل وهزوهم ال... الواد الناموس وهزوهم ال... الورقلة وكذا دخلوهم من الحباس وهما راحوا دخلوا هذاك اللي انت هذا اللي راه مع الحريات هذا انا نوقف معاه هذا اللي بالبارح قبل خاوتو الجزائريين اللي انتخبهم الشعب داوهم المعتقلات وكاين اللي قتلوهم وقبل هو باش يروح يجي في المكان تاعهم هذا مثله مثل الانسان اللي راهم دوك يخرجوه من البلاصه نتاعو ويجيو يقبل يدخل هو يدي البوست نتاعو نفس الشيء وراء المشكل نفس الشيء هذا دوك انا يجي يحكي لي الحريات وانا نحكي معاه وانا نسق معاه وكذا نخادعنا في وقت سابق في بداية نتاع هذا الحراك كاين منهم هذا اللي راهم ذكو ولكن ظهروا فيما بعد هذا راهو سفيان جيلالي راهو ظهر راح تقدم الانتخابات في 2014 وراهو مازال يطمح لها فهمت راح سجل روحو في ذي القائمة في قائمة نتاع انتخابات شريعية لكن عينو راه بعيدة حوسع للرئاسة نروح هنا نمشي معاه هذا يحوس على الرئاسة ماهوش يحوس على المصلحة تاع البلاد فهمت حنا رانا نحوسو على الناس اللي ماهمش يحوسو على السلطة يحوسو على خدمة البلاد أرواحو نلتقيو من أجل خدمة البلاد بصح باش نجيو أنا اللي كانوا البارح في هاد السلطة وكانوا يدعموا فيها نجي أنا لوك نزيد نعاود نجرب معاه نجربش معاه نجرب مع الأيادي البيضاء فهمت مع الايادي البيضاء واحد اللي راهو ما جربش وراهو ما كلاش ويكون انسان راهو معروف وانسان عنده عنده مبادئ وثابتة عليها ماشي هذا اللي البارع هو كان يمنع في المسيرات وكان يدير في البراجات للناس ومن بعد دوك يولي يلعبها لك معارض شريف فهمت والناس الاخرين راهم شوفوا ترى مع الاخ هذا ماهر مصطفى كاين فيه الاخ عياش اللي, اللي, ترمز الاسم تاعك بكوافر والاخ امير كرد أصبروا نشوفوا طلع مع اخونا هذا ماهر هذا لعل بلاك المر وش نقول الاخ نصر الدين على سمراوي سمراوي راهو في كش ما راهو يعرض كش ما راه عنده مشروع وش نقول عليه انا انسان كان ضابط في الجيش و المهم الاخ ماهر يبدو انه عندك مشكله في الخط نتاع الانترنت تاعك نفس الشيء الاخ خير الدين راني حاولت عده مرات شوفوا ترى مع الاخ هذا اياش بالك العود يقدر يفوت. فهمت الاخ نصر الدين. سمراوي ضابط كان مشارك معهم في الانقلاب وشارك معهم في الوسموس. السلام بعد. عليكم. وعليكم السلام مرحبا بك الاخ عيش واش راك اخي لاباس؟ الله يبارك فيك، منين راك تكلم فينا؟ الله يعطيك الخير خويا، ربي يحفظك، خويا انا عياش من البويرة. مرحبا بك الاخ عيش الله يرحب بك الجنة إن شاء الله خويا، بارك الله فيك آمين. وربي يحفظك، والله لا ها... فيريتي. انا ما نعرفكش بصح خويا اسماعيل هذا اللي طلع مقبل وما كملش الديسكيسيون معاك كان يهضر لي على شوشان ويهضر لي على انهاء الوصايا الفرنسيه وما عرفتش انا ظنيت باللي انتوما هما اللي راهم دايرين المنظمه هذه والله اعلم لا. حبيت ندير مداخله فقط خاطيني أنا. فهمت خاطيني انا راني منذ سنوات وانا اشتغل في هذا الاطار وعندك مطلق الوقت على جل باش تبحث عليا وباش شو اسمه تفضل تكلم لا والله ماشي كيش تو بارطاجي لي اللايف تاعك حبيت ندير مداخله بون فهمت كلامك يعني بارك الله فيك المنطلق اللي كنت تهضر به والفكره اللي راها عندك وكيفاش تكون راحت انا عندي واحد السؤال حبيت نساله لك برك نعم. يا هل ترى باش نعاودوا نبنوا دولة جديدة ودولة على أسس ودولة القانون ودولة المؤسسات لا. أنت في ظنك وفي تفكيرك هو بتغيير المسؤولين وبتغيير الحكام ولا بزرع ثقافة أخرى للشعب أو بمعنى آخر أننا أنواع الشعب بطريقة اللي كانت تستعملها جمعية علماء المسلمين يعني كانت توعي في الناس ولما معاو الناس قدروا يغيروا انت في نظرك يا هل ترى يتغير السلطان ولا يتغير الحاكم ولا يتغير المسؤول ولا تتبدل العقليه والتفكير تاع الشعب في اثنين في اثنين في اثنين, اثنين شوف ممكن تعطينا توضيح بيان سور دونك الاخ الكريم شوف شكرا آه لما تشوف انت الظرف نتاع الجمعيه نتاع العلماء موش هو الظرف اللي احنا الان رانا فيه جمعيه العلماء كان العدو واضح في فرنسا اللي راه هي تسعى من اجل تنصير الشعب الجزائري وتسعى من اجل هو انه تصير الجزائر فرنسيه وبالتالي انت راك تحت احتلال وانت راك تناور في الهامش هذاك اللي هو كان متاح للجمعية نتاع العلماء تستعمل هي في وسائل من أجل توعية الشعب والشعب كانت عنده القابلية على جلبش هو يخرج من هذه السلطة الاستعمارية ثم ما لقاش الفرصة ما لقاش المناخ اللي هو يمشي وكانت الناس تخدم في سرية الآن هذا وراه من ناس هذو راهم في السلطه راهم جزائريين وراهم يجيوك هما اول نوفمبر فهمت راهم يجيوك بيان اول نوفمبر, نوفمبر ويجيبك هو بالكلام تاع الشهداء ويجيك بكلام الاسلام وعمر بن الخطاب بكر الصديق وداير لك ناس يقراو ثم وداير لك زاويه في المكان الفلاني وراهو داير في المكان الفلاني باسم الاسلام وكذا وكذا بالتالي الظرف يختلف فهمت ظرف يختلف حنا الان مطالبين بتغيير الاشخاص وفي نفس الوقت مطالبين بتغيير العقليات لانه كاين الناس اللي ما راهوش عندها وعي فهمت ما تلقاش عنده وعي كاين اللي راهو درك هو يخدم في عصابه يخدم في مافيا وراهم كاينين رانا جبناهم في شهادات مختلفه وكذا يقول لك انا كنت نعتقد بالراني نقدم في خدمه البلاد ولكن هو راه يخدم في عصابه مجرمه اللي راه تمص في الدم نتاع الشعب فهمت اسمح لي استاذ هنا نقاطعك برك نعم آه بدون بدون ما نطرقوا للتجريح الاشخاص ومنا انت راك تقول على المسؤول ولا تقول على الحاكم ولا اللي راه النظام بصفه عامه بدون تجريح آه يعني لما كي تحب تغيروا تغيروا بالشعب نعم هنا كي نحبوا نغيروا حنايا يعني نغيروا هذا النظام قبل ما نغيروا النظام ننظروا برك 2011 2010 واش صرا في مصر في ليبيا في سوريا في اليمن راك فاهمني يعني لا. باش نقول لي الشعب يغير نظام اوتوماتيكمون راه يصرى تناحر راه تصرى حرب اهليه لا. لا اسمح لي خليني نكمل لك خليني نكمل لك ومن بعد نكمل الفكره تاعك يعني انا واش حبيت نقول لك يعني لو كان الوعي الوعي الجزائري ولا التفكير والذهنيه تاع الشعب الجزائري تتغير مو راح يتغير النظام باسكو علاش ربي في القران يقول لك ان الله لا يغير قوما حتى يغيروا ما بي بي ما بي أنفسه. حتى يغيروا ما بانفسهم وحسن البنا كما قال الشيخ الالباني كلمة حق لها ولم يعمل بها أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقام على أرضكم هكذا يعني انا حبيت نوصل لك واحد الفكره يعني التغيير هذا يكون بتغيير المجتمع بتغيير العباد بتغيير الذهنيه والتفكير مش بتغيير السلطان ولا تغيير النظام لا أفهمني. لا اسمعني شوف نقول لك احنا أتفضل. باش تكون في الصوره شوف م. انا لا اسعى للسلطه انا ماشي نعاوس اني نحب تفليقه باش نجي في بلاصتو يا وقعد ثم فهمت الا ما مات بوتفليقه ديروا ستاتيو في, ستاتي في بلاصتو خلوه ثم فهمت انا مش على السلطه احنا رانا نحوسو على تغيير الاوضاع فهمت التغيير هذا راه عنده مفهوم شامل مش غير فقط انت تغير زيد ولا عمر من الناس وتجيب انت زيد ولا عمر من الناس راهو التغيير في السلوك تغيير في الذهنيات تغيير في العقليات تغيير في الخطاب فهمت تغيير الاوضاع من سيء الى احسن احنا واش حوسه هو أن الجزائر تصير عندها مستشفيات ويصير عندها جيش عصري وتصير دولة تهابها الدول حوسه على المواطن هو أنه تتغير الحالة نتاعو حالة الضعف حالة الذل حالة الوهن هو أنه تتغير إلى وضع واحد آخر يصير المواطن يحس بالعزة وبالكرامة وبالفخر بالانتماء نتاعو للوطن نتاعو مش هو يصير يحرق ويقول لك أنا راني صرت انا نحشم ونقول انا جزائري هذه الاشياء تذكر انت لما تغيرها باش تغيرها وزاره التعليم مش في يدك وزاره الصحه مش في يدك وزاره الدفاع مش في يدك كيفاش راح تغير انت باش انت تغير مثلا داخل المؤسسه تاع الجيش وتفرض انت مسؤولين في النواحي تفرض انت مسؤولين في الثكانات المختلفه في, في الوسمة في في القطاعات العسكريه باش تفرض لازم تكون عندك السلطه سلطة ديك باش تجيبها أنت. سلطة لو كان ما تكونش عندك السلطة اللي أنت تغير بها ما راكش أنت في مجتمع قال مثلا كيما مثلا فرنسا أو أمريكا أو ألمانيا راه مجتمع قال مثلا فيه الحريات تاع التجمعات والحريات تاع المشاريع المختلفة وحرية النشاط وقال أنت راه متاحت لك هذيك الفرص أنت وراك تغير بالعقل. يا يعني أنت راه الجمعيات ممنوع عليك باش تديرها. أنت لا تدير الجمعية نتاع التصفيق. فهمت. والجمعيات نتاع المديح دير على روحك الا باش انت دير جمعيات اللي انت فعلا هي انها توعي الشعب توعيه حقيقيه مش التوعيه نتاع الدروشه ولا دير حزب انت اللي فعلا حزب هو يكون مبني على اطارات وكفاءات وكذا ما كانش. احنا دوك واش نحوسو هو انه هذا السلطة باش تغيرها أنا إذا كان أنت ما تعرفنيش من حقك ما عندك مش مشكلة انا باش تكون في الصوره انا كنت منذ البدايه كنت ضد هذا ما يسمى بالربيع العربي سميته اشعيل ما شاء الله العربي منذ البدايه والتسجيلات راها موجوده ومنشوره وتسمع الكلام نتاعي اللي كنت نقول فيه لما كانت الناس تجري وتدير في التجمهر في في الشوارع انا كنت ضد هذا الحراك لانه كنت على بالي به باللي مخترق وكنت على بالي باللي المواجهه راها راح تأدي للدماء لا في سوريا ولا في ليبيا والتسجيلات تاع راها موجوده انا ما ضد, شاء المواجهة. الله. ضد المواجهه ضد المواجهه احنا واش نحوسوا حاوسوا يا خويا انت راك خدمت في هذه السلطه على بالنا باللي راه ما جابتكش الصناديق جابوك جماعه في الجيش شافوهما هما راهم كانوا فاهمين خير من الشعب معليش يا سيدي كانوا مم. فاهمين خير من الشعب وكانت عندهم المعطيات خير من الشعب وكانوا هما ادرى واعلم شافوك باللي في تلك المرحله انت تصلح لها كانت عندك علاقات مثل مع حكام الخليج او مع فرنسا وامريكا وانت خدمت ونشطت سيدي بارك الله فيك انت راك مريض الان يا صاحبي خلي دماء جديده خلي وجوه جديده راه الجزائر عندها مفكرين عندها باحثين عندها مؤرخين عندها اساتذه خلي ناس سيدي تبان وين رانا رايحين يا صاحبي وين راه الصفقه وين راه مضحكه. اسمعني الفكره هذه قضيه تاع التغيير برك؟ تا درك التغيير انا يعني اللي نحوج عليه، التغيير يكون عن طريق الانتخابات الرئاسيه، والتغيير هو ليس من اجل الوصول للسلطه وانما من اجل مشروع مجتمع جديد. هذا المشروع تاع مجتمع هذا كاين فيه خطوط عريضه. اللي ذرك هذا الناس اللي هم يامنوا بالتغيير سواء من الجمعيات او من الحركات نتاع المجتمع المدني او قال مثلا من أحزاب السياسيه الفاعله تلتقي الناس في مؤتمر في الداخل ومؤتمر في الخارج اللي يشاركوا فيه هذه الاطارات وهذه الكفاءات وهذه المهجرين اللي راهم في الخارج من هذه العقول اللي راهم موجودين في الخارج ويحدث تواصل بيناتهم عن طريق هذه الوسائل العصريه تتناقش الناس حول مشروع مجتمع ولو الخطوط العريضه نتاعو يتفقوا على حكومه وحده وطنيه يا خويا قال مثل بوتفليقه خليه عليه راه حب يموت رئيس خليه يموت رئيس سيدي اي خليه قال راهو جاي, جاي صالح حب يموت هو وزير دفاع خليه عليه سيدي يموت وزير دفاع وحنا نخموع على البلاد ما نشخموع على الاشخاص باش تفهم باللي انا راهو الهدف تاعي لا هو السلطه ولا نحوس على ثوره ولا نحوس على كذا نمشي الشيخ لي كون مؤتمر مم. في الداخل ومؤتمر في الخارج تتناقش الناس على خطوط عريضه من اجل اعطاء امل للشباب هذه الاطارات هذه الكفاءات المهمشه في الداخل وفي الخارج تمشي الناس وحده واحدة نمشي الانتخابات اذا كان هذا الناس راهم يؤمنون بحريه التعبير ويؤمنون بالتداول السلمي على السلطه ويؤمنون بالخير والمحبه للشعب الجزائري والبلاد، راهم يخليوا هذاك المرشح اللي راه فرزته الاراده الشعبيه وفق مشروع مجتمع، موش قال روح للسلطه ومن بعد دير كما الجماعه وفق ضمانات، ميثاق الى غير ذلك. اذا كان هذا الناس ظهروا باللي راهم عصابه ما هم على التغيير، في ذاك النهار الشعب الجزائري لابد وانه يقول الكلمه نتاعو ويطردهم شر الطرده باي وسيله. لانه هذا الناس ما مش يحوسوا على الخير البلاد هذا الناس يحوسوا على المص نتاع الدم نتاع الشعب الجزائري فهمتني هاي المساله كيف راني نشوف فيها يعني. اما جوست باش منط... باش ما نطولش عليك نخلي خاوتنا يطلعوا الفوق استاذ الفكره <applause> اللي حبيت انت هذو متفقين نقدروا نقولوا 80% انا حبيت نقول لك يا استاذ انه العقليه تاع يعني انت عندك وليدك ولا عندك بنتك ولا يسيت وعيهم لو وانا بنتي ووليدي نوعيه لو ماكسيموم راك فاهمني يعني دوكا الرحمه على بابك انت يا باريكزومب جا دارمي يحب الشعبي هات البرمي ولا تعطيني 100 الف نعطيك البرمي راك فاهمني من الشعبي للشعب راك فاهمني هو الفساد راه يبدا من تحت اوتوماتيك مو يبدا يطلع راك فاهمني يعني راني نقولوا يعني اصلاح المجتمع اصلاح المجتمع لازم يكون من اصلاح الاسره واذا صلحت الاسره اوتوماتيك مو راح يصلح المجتمع واصلاح المجتمع اوتوماتيك مو راح يصلح امه باكملها هذه اللي بغيت نقولها لك ما نحصلوش كلش في في النظام ولا النظام راه باين من ذاك الان بدون تجريح مداخل لو كان سمعت لو كان سمعت المداخلات نتاعي من قبل سمعت الكلام نتاعي ربما ما تعاودش تقول الكلام هذا الله, الله اعلم المهم استاذ باش ما نطولش خاوتنا راهم حابين يطلعوا ان شاء الله يزيدوا يديروا مداخلات بارك الله فيك وميرسي بوكو فيك. وسعيد جدا ربي. انني تكلمت معك مرحبا بك ربي يبارك فيك شكرا الاخ عيسى شكراً, شكراً, شكرا بارك الله فيك صح آه الاخ اللي قلت لي التغيير يكون جزئي ولا جذري انا مع التغيير الجذري مع التغيير الجذري ولكن على مراحل مشي في نهار واحد ترك راح تغير مسألة تتطلب وقت لازمك تغير أنت في المنظومة التربوية في الإعلام في كل مجال نفس الشيء الأخ خير الدين يبدو هو أنه عندك مشكلة نشوفه ترى مع هذا الأخ جمال جمال الحول بالك لا الله يقدر يطلع أخير دين الدين للأسف الشديد والله ماذا بيا كنت نحب نتحاور معاك للأسف الشديد قالك لك رأي رئيس من كوريا يا والله منه منا مانيش عارف منين أخ جمل مرحبا بك مرحبا بك الأخ جمل ألو نعم هاني نسمع فيك من راك تكلم فينا الأخ جمال <تف>... هاني نسمع فيك تفضل حبيبي اللي قدم الميكروفون ليك الأخ جمال أخ جمال قدم الميكروفون ليك <applause> للاسف الشديد خرج هذا الاخ معاك الاخ دحدوح اخ امير عندك وسمه عندك خلل في الخط تاعك اخ امير عندك مشكله في الخط تاعك اخ ترمز الاسم تاعك بامير كرت اخ ماهر مصطفى اعتقد هو انه دخلت كوكبيل نفس المشكله الاخ ماهر عندك والاخ خير الدين نفس الاشكال عاود خرج الاخر دين وعاود ادخل فهمت اخر دين عاود خرج وعاود ادخل بالك لا على الله تقدر تطلع للاسف الشديد اسف جدا الاخر دير حاولت قداش من مره نطلعك والمهم المهم الاخوه الاخوات اكتفي بهذا القدر وربما ان شاء الله رانا نزيدو في وقت واحد اخر الى ذلك من حين تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته